احنا لايف في الفيسبوك. تفضلي يا فاطمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحب بكم في ويبينار جديد من سلسلة ويبينارات مجموعة الباحثين السودانيين، ويبينار شيق وممتع جدا بعنوان دور بصمة الحمض النووي في حل الجرائم وتحقيق العدالة، تقديم الدكتورة هبة بابكر. دكتورة هبة بابكر بكالوريوس تسيس الموليكولر بيولوجي من جامعة الإمارات العين، ماجستير البيولوجي من جامعة أوبسال السويد، دكتورة كريستيان البرت يونيفرسيتي أن ماكس بلانك انستيتيوشن أوف إنفيرشري فروم جيرماني، ملازم أول شرطة معاش، عملت سابقا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في إدارة مسرح الحادث قسم الأحياء الجنائية قسم البصمة الوراثية، وهي إحدى مؤسسي قسم البصمة والوراثية في السودان. يا هلا وسهلا بك دكتورة هبة، تفضلي. شكرا لك أستاذة فاطمة. حقيقي في البدء بحب أشكر منصة الباحثين السودانيين على اتاحة الفرصة وعلى طرحها أصلا مبادرات أو ويبينارات متنوعة يعني في شتى مجالات العلوم المختلفة والأدب المختلفة كمان، فأتمنى أن يكون يعني الويبينار الليلة فيه إضافة حقيقية لما بتقدم المنصة لمختلف الفئات، سواء كانت فئات علمية ملمة بالموضوع أو فئاتية عندها الرغبة في أنها تعرف أكثر عن المجال ده يعني. فشكرا لكم كثير وإن شاء الله نبدأ، وأتمنى تكون محاضرة شيقة. نحن سعيدين بك كمان، تفضلي. طيب إذا شايفيني كويس يا ريت توريني. ايوه واضح ستار. أو إذا شايفين السلايدز بتاعتي كويس أنا بس. أيوه واضحة يا دكتورة، تفضلي. واضحة مناسبة يعني؟ طيب تمام. أي مناسب. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. زي ما شفت عنوان المحاضرة هو دور البصمة الوراثية في حل الجرائم وتحقيق العدالة. حقيقة الويبينار الليلة ما حيخش كثير في موضوع العدالة وكده، حندخل يعني أو حنبدأ بمدخل علمي أكثر عشان نقدر نفهم كيف نقدر نحقق العدالة أو نصل لتحقيق العدالة من خلال البصمة الوراثية. في الأول أول حاجة أنا اشتغلت على عدد كبير جدا من القضايا، وزي ما وضحت فاطمة أنا كنت شغالة قبل كده في إدارة المختبرات الجنائية في السودان، واشتغلت في البصمة الوراثية بحكم التخصص في الموليكولر بيولوجي من جامعة الإمارات العربية المتحدة. أنا برضو كان عندي انترست كبير جدا في الشغل بتاع اللي هو شغل مسرح الحادث وشغل الأدلة عموما، يعني كيف نقدر نستخدم العلوم ونطبقها في مجالات ما عندها صلة بالعلوم يعني زي القضاء والقانون وكده. هي مجالات بتبحث او بتسعى لانها تحقيق العداله، لكن استخدامنا للعلوم وفر كثير من الجهود ومن ضياع الوقت ومن يعني اللي هو اتهام اشخاص او ادانتهم وتحقيق يعني قضايا بعين عليهم وعقوبات شديده، ففي ناس كثير انضروا من الحاجه دي او اتظلموا. ممكن نقول العلوم ساعدت كثير في ان يعني تعمل نقله في القضاء في شتى مجالات القضاء المختلفه للكشف عن الجريمه وتحديد الجاني يعني الفاعل بذات نفسه يعني بدون اي شكك يعني. انا كنت ضابط سابق زي ما قلت، وصراحه انا هنا حاطه صورتين لكتابين مختلفين. دي الاول كتابين انا بديت بيهم صراحه، دي الاول كتابين انا قريتهم بعد ما خلصت الموليكولر بيولوجي عشان انا اقدر افهم شنو اصلا الفورنسيك كيس ورك واللي هو الشغل بتاع الطب الشرعي، شغل الكرايم سين انفستيجيشن وكده. فصراحه الكتابين دول يعني زي ما تقولوا كانوا هم بدايه انه انا احب المجال ده اكثر و يعني اتوسع فيه اكثر بحكم الدراسه وبحكم الرغبه ذاتها في انه انا اعرف اكثر عن المجال ده واقدر اقدم حاجه من خلال دراستي. طيب انا كنت برضو عضو سابق في الانترناشونال اسوسيشن اوف ويمن بوليس اللي هي يعني منظمه عالميه بتضم كل النساء البوليس في مختلف انحاء العالم،
فكان دي برضو حاجة بالنسبة لي مهمة شديد، عرفت فيها على كمية من البوليس من مختلف أنحاء العالم، وكنت بقرأ برضو عن البرامج اللي كانوا بيعملوها، فدي برضو حاجة استفدت منها شديد يعني، ما أنكرها يعني برضو من خلال عملي في المختبرات. النقطة المهمة هنا إنه أنا هنا بتكلم بصورة شخصية يعني، ما بمثل أي جهة، ما بتكلم بلسان أي جهة، ما بتكلم عن قضايا محددة أو كده، دي أمثلة أو إحنا دي ناحية علمية هنتطرق لها إن شاء الله. طيب بالنسبة للمحتوى بتاع الويبينار ده، أول حاجة أنا عايزة أتكلم عن الفورنسيك داني فينجر برينتينج اللي هي البصمة الوراثية هي شنو ذاتها، وعن المسرح الحارس اللي هو الكرايم سين انفستيجيشن، واختصارا الناس بتقول له سي اس اي يعني، أول دي الحاجة المتداولة. برضو عايزة أتكلم عن الأدلة البيولوجية، اختلافه وأنواعه وبنستفيد منها شنو. هادي أمثلة برضو لبعض القضايا اللي هي زي السرقة، الثفت، البرجرلي، الهوميسايد أو الميردر، هنتكلم عن نزاع الأبوة، تبديل الأطفال في المستشفيات، هنتكلم برضو عن الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب عموما. عايز أتكلم برضو عن يعني الماضي بتاع التكنولوجيا دي اللي هي الدينا فينجر برينتينج، والحاضر بتاعه ناس شغالة هسي بشنو، الفكرة شنو، والفيوتشر ذاته بتاعه ماشي لوين يا فيها اتجاه. في الآخر إن شاء الله هنتطرق، لأنه إحنا هنفتح المجال للأسئلة، هتكون في الشات، وبرضو هنفتح مجال لمناقشة بعض النقاط يعني، إذا الناس حابة تناقش نقاط محددة أو كده. طيب إذا حبينا نعرف الفكرة بتاعت الفورنسيك داني فينجر برينتينج، أول حاجة لازم نفهم إنه لما نقول فينجر برينت دي ما معناها البصمة بتاعت الأصبع يعني، هي فينجر برينت اللي بنتكلم عنها هنا دي هي بصمة من نوع مختلف، ممكن نقول عليها بصمة بيولوجية ما بصمة فيزيائية. البصمة بتاعت الأصبع دي هي بصمة مختلفة، هي الإنسان اللي بيترك أثر من خلال اللي هي التعرجات الموجودة في أي من أصابعه وكده، ودي تتشال بطريقة مختلفة، وده مجال في حد ذاته مختلف ومجال يعني واسع شديد، وماشي متقدم برضو في نفس اللاين، ماشي برضو بخطة كويسة يعني. طيب احنا عايزين هنا، انا خدت هنا صوره الدي ان اي انه ما بيساوي الفينجر برينت العاديه بتاعت الاصبع، عشان النقطه توضح للناس. اعتقد لقيت في كونفيوجن كتير من ناس كثيرين بيفتكروا انه بصمه الاصبع بتترك البصمه دي اللي بتكلم عنها بتاعت الدي ان اي، لا هي في حقيقه هي ما بنفس المعنى. احيانا الدي ان اي بتترك بصمات بيولوجيه زي الدي ان اي، لكن احنا هنا ما هنتكلم عنها بالطريقه دي يعني، ان بصمه يد وحتترك دي ان اي لا. طيب الدي ان اي هو او الدي ان اي فينجر برينتينج او الدي ان اي بروفايلنج او الدي ان اي تايبنج، في اسامي كثيره شديد مستخدمه حسب يعني حسب ما انت بتتكلمي في اتو مجال او في اتو معياته مجموعه. فهذه كلها مسميات مختلفه للدي ان اي فينجر برينتينج، اللي هو عباره عن تقنيه بتستخدم في اللاب عشان نحدد او نعرف شخص معين. الشخص ده هنعرفه كيف؟ ما هنعرفه ببياناته العامه بس مثلا اسمه ولا كده، لا هنتعرف على الشخص ده من خلال التسلسل بتاع القواعد النيتروجينيه الموجود في الجينوم بتاعه، والحاجه دي بتكون يعني فريده شديد في كل زول. دي خاصيه الفينجر برينت، عشان كده هي اتسمت فينجر برينت، لانها يعني هي مشابهه جدا لفكره البصمه بتاعت الاصبع. بصمه الاصبع طبعا ما في اثنين بتشابهوا يعني، او ما في اثنين عندهم نفس البصمه، فهنا نفس الفكره الدي ان اي، ما في اثنين عندهم نفس الدي ان اي، خلينا بس نقول كده عموما لغايه هنا. طيب الدي ان اي فينجر برينتينج دي بقت تستخدم في كثير جدا من الحالات، مثلا في يعني حل القضايا الأول أو الجرائم، بتستخدم في اللي هو نزاع الأبوة، بتستخدم برضو في إنه نحدد دين إيه معين من زول مع شخص تاني ما معروف مثلا. هنجي النقاط دي كلها بعدين في الآخر عشان نتعرف عليها أكتر. طيب أول حاجة فكرة الدين إيه فينجر برينتينج هي فكرة جات أساسا من فكرة الجينوم بتاع الهيومن، إنه الهيومن جينوم فيه 23 زوج من الكروموسومات اللي هي تقريبا 3 بليون قاعده نيتروجينيه، يعني ال 3 بليون قاعده نيتروجينيه دي موجوده في مجموعه ال 23 زوج من الكروموسومات، التوتال بتاعهم 46. لو شفتوا هنا الفجر في النص ده هنا الملون ده بورينا الكروموسومات من 1 ل 22، ال 23 او الزوجه 23 هو ده الزوج بتاع اللي بيحدد لنا الجندر حقه الزول، هو هل هو ذكر ام انثى. هنا في اكس اكس معناته ده اكزامبل هنا بس لانه دي انثى او يعني فيميل. وده شكل الدي ان اي بيكون كده، اللي هو ده اذا خدنا كروموسوم واحد وحاولنا كده نفكه زي مثلا نقول حبل كده ملفوف او حاجه، حاولنا نفكه كده في الاخر هتظهر لنا هنا شكل القواعد النيتروجينيه وكيف مرتبطه ببعض. طبعا ده برضو اذا الواحد عايز يفهم المركب ده برضو موضوع بتاع شرح طويل يعني وكده، فاحنا بس جنرال كده نتكلم عن الحاجات الكومون، وبعد ذاك ان شاء الله لقدام نتوسع في الفكره دي. طيب انه اساس الفكره بتاعت الحمض النووي او البصمه الوراثيه بدت منه وجود الجينوم، والجينوم يونيك لكل زول او فريد بيختلف من شخص لشخص. طيب اذا جينا نتكلم عن الجينوم ذاته، الجينوم ده عندنا منه انواع، اول عشان نقدر نستخدم البصمه الوراثيه.
طيب عندنا حاجة اسمها نيوكلير وعندنا حاجة اسمها امتي دي ان اي. على الشمال هنا عندنا ده النيوكلير دي ان اي. النيوكلير دي ان اي ده اللي هو موجود داخل الخلية، إذا لاحظتوا هنا دي خلية وداخل النواة، داخل النواة دي موجود الحمض النووي ده اللي هو الدي ان اي. الدي ان اي بتورث كيف؟ الدي ان اي بتورث من آبائنا وأمهاتنا ومن أجدادنا وجداتنا، يعني على بينزل لنا إحنا كده بالتوالي، مثلا كان عند الجد والجدة للأم والأبو للشخص نفسه، لي أنا مثلا لأبنائي، لي كده بتورث بأنه كله أم وأب بيوفروا للشخص ده أو بيمدوه ب 50% من الجينوم بتاعه. فأي شخص موجود على وجه هذه الكرة الأرضية عنده 50% من الأم و 50% من الأب، إذن 100% بتاعته دي جات يعني 50-50. فالمعلومة دي مهمة شديد وبتنفع في الـ في الـ في الـ في التحليل الجيني بتاع الأطباء الشرعي، لأنه بتوفر معلومات كثيرة شديد عن إنه الشخص ده هو منو وجا من وين وأهله منو كده. دي معلومات مهمة. الجزء الثاني اللي هو داخل الخلية نفسها في السيتوبلازم اللي هو السائل الخارج النواة بتاعت الخلية ده، موجود فيه عضيات اسمها الميتوكوندريا، اللي هي العضيات اللي بتوفر للجسم الطاقة، للخلايا اللي بتخلط الخلايا والجسم كله يقوم بأداء وظائفه. طيب الميتوكوندريا دي هي مختلفة من النيوكلير في إنها الميتوكوندريا دي العضية دي عندها هي نفسها جينوم، الجينوم صغير مقارنة بالجينوم بتاع الموجود في النواة اللي هو الدي ان اي اللي بنتكلم عنه في النواة، مختلف عن الامتي دي ان اي في انه طريقة التوريث بتاعتهم مختلفة، وبرضه الميكانيزم بتاعتهم مختلفة في انه طريقة الطفرات الجينية في كل جينوم من ديل مختلفة. فدي برضه حاجات دارة تفاصيل ممكن نخش فيها لقدام كتير. على العموم انه الميتوكوندريا الدي ان اي بتورث عن طريق الام، يعني هو شنو اي شخص سواء كان انثى او ذكر، الميتوكوندريا الدي ان اي اللي عنده يتورث له عن طريق والدته ما عن طريق الاب. فدي برضه معلومة مهمة شديد، إذا إحنا عايزين نعرف شخص معين من خلال الجينوم وما توفر لنا اللي هو النيوكلير دي ان اي، ممكن برضو من خلال امتي دي ان اي إذا بنبحث في مجال ضيق مثلا بخصوص الأمومة أو بخصوص علاقة الشخص ده بأمه أو المهم بأسرة بأي شخص من أسرته، الامتي دي ان اي ده مثلا ممكن يربط لنا شخص بخالته أو شخص بحبوبته، يعني برضو نقطة مهمة شديد. فدي كلها معلومات متوفرة لنا، حاجة متوفرة برضو في الجينوم بس عند الذكور اللي هو الواي كروموسوم. الواي كروموسوم هو الكروموسوم الموجود عند الذكور وبتورث عن طريق الاب. يعني هسه احنا عندنا هنا جانبين النيوكلير دي ان اي والميتوكوندريال دي ان اي، ده الموجودين عند كل شخص. الواي كروموسوم عند الذكور بس، فبرضه الواي كروموسوم يعتبر مهم شديد لانه بيوفر لنا معلومات كثيره جدا. اذا عندنا هنا جد مثلا هنا بالاصفر فوق، الجد ده هيورث الواي كروموسوم حقه او الجينات الموجوده في الواي كروموسوم حقه لولده، والولد هيورثها لولده ولولده ولده كده، هتمشي في السلسله دي بالتوالي كده. طيب عرفنا كده انه فكره يعني الدي ان اي فينجر برينتنج جات من وجود المعلومات اللي عندنا دي، انه في الموليكولر بيولوجي او في البيولوجي عموما في معلومات قيمه. طيب احنا عايزين نستفيد منها في المجال ده، لازم نقوم نوظفها. عايزه ادي برضه فكره بسيطه عن كيف تم تطور الفينجر برينتنج في العالم عموما. انا ما بتكلم هنا عن مكان محدد او كده، دي جنرال انفورميشن بس عشان تورينا انه التكنولوجي دي تطورت كيف. طيب السانجر سيكونسينج بتاع الدي ان اي بدا في بدايه السبعينات، بعديه بدات فكره بتاعت الريستريكشن فراجمنت لينس بوليمورفيزم اللي هي انه نجيب انزيمز ونحاول نكسر أجزاء الدي ان اي دي لقطعة معينة وبعدين نقيس القطعة دي نشوف كل الإنزيم بيقسم وين وكل شخص نقارنه بالتالي. دي عمليات صراحة هي كانت شغالين بها كثير في الثمانينات، وبرضو الفكرة بتاعت البوليميريز تشين رياكشن اللي هو جهاز البي سي ار اللي هو بيعمل لنا تكاثر لعينة بتاعت الدي ان اي اللي عندنا، إذا كان عندنا عينة بسيطة أو عينة يعني حجمها ما كبير بنحاول نقدر نعمل لها بروليفريشن نكبرها ونزيد عددها عشان نقدر نوصل للمعلومات اللي احنا عايزينها. ففكرة البي سي ار اللي ظهرت في منتصف الثمانينات كان لها دور كبير، وهي يمكن هي اللي عملت نقله حقيقيه مش في مجال الفورنسكس بس، عملت نقله في كل المجالات حتى في مجال الكوفيد 19 اللي هسه احنا كنا بنواجهه ده. البي سي ار كان له دور كثير جدا، يمكن ناس كثيرين سمعوا فكره انه بي سي ار تيست ولا انتيجين تيست ولا تيست عادي، المهم كل الخيارات كانت موجوده دي كلها بيس على فكره البي سي ار اللي جنبها اليك جيفري في ليستر يونيفرسيتي في 1980 بالفكره دي. فبعد ذاك جاء فكره الهيومن جينوم بروجكت في 1990، برضه ساعدت في انه الناس تصل لمعلومات كثيره. في بدايه التسعينات بدات فكره الاس تي ار اناليسيز اللي هي الشورت هاندم ريبيت، دي برضه كانت مهمه شديد في هي انها هي كانت البيز بتاع انه نقدر نشتغل في الفورنسكس. بعد ذاك جات افكار ثانيه او طرق ميثودز جديده بتاعت التيرمينال ريستريكشن فراجمنت لينس بوليمورفيزم، دي كلها ميثودز مختلفه.
معلش دكتورة، بس ممكن تعملي unmute لأنه معلش أنا كنت unmute ولا؟ لا لا، بس للفترة بتاعت ثواني. أوكي طيب طيب واصلة. طيب في زول عملي unmute ولا أنا أخلي بالي من الميوت عشان؟ لا لا، بس عشان ما تحصل الشوشرة زي قبل شوية، في زول دخل وكان مع unmute، عملنا ميوت all، فهسي لازم كان تفكر unmute. معلش لا ولا يهمك. طيب بعد الفكرة بتاعت قلنا إنه ال STR، وجا بعديه فكرة تانية بتاعت ال terminal restriction fragment length polymorphism، دي كلها كانت methods مختلفة. يعني methods هي ماشية في مجال بتاع تطور الفكرة بتاعت التكنولوجي ذاتها، إنه الناس ما تقف عند حتة معينة، مثلا إنه موجود STR بس أو فكرة واحدة، تكنولوجي واحدة نستخدمها. لا، الفكرة بتتوسع، لأنه في نفس الوقت أي في أي مجال زي ما ملاحظين هسي إنه في تطور بيحصل، فالجريمة في ذات نفسها بتتطور كل يوم. الجريمة طبعا هي سلوك طبيعي بيحصل، يعني زيه زي أي سلوك تاني، بس عشان احنا نقدر نحيد منه لازم كمان نواكبه، لازم نعرف انه الجريمه ماشيه كيف، واحنا نقوم نمشي معاه بنفس المستوى عشان نصل لمستوى انه نحيد منها. وغير انه نحيد منها يكون عندنا كمان العقوبه تكون رادعه، عشان نقدر يعني احنا التكنولوجي ماشيه، الجريمه ماشيه، التكنولوجي ماشيه، والعقوبه برضه ماشيه، والقانون برضه ماشي في نفس الخطه يعني. طيب في بعد ذاك جت فكره بتاعت السنجل نيوكليوتيد بوليمورفيزم، اللي هي يكون عندنا قاعده نيتروجينيه واحده فيها هاي بوليمورفيزم بين الناس وبين الانديفيدوالز عموما، او بين بوبوليشنز وبوبوليشن ثاني في اختلافات كبيره. دي برضو كانت طبقت في بدايه الالفينات عشان تسهل برضو تواكب التطور بتاع الجريمه. بعد ذاك في 2006 يعني في منتصف الالفينات بدت كده فكره اللي هو النكست جينيريشن سيكونسينج. فكرة سانجر سيكونسينج اتطورت، مشت يعني مشت لنقطة بعيدة شديد في إنه يحصل هول جينوم سيكونسينج لعدد كبير جدا من الـ من الـ من القواعد النيتروجينية في أو التسلسل الجيني بتاع الجينوم. والحاجة دي كان برضو عملت نقلة كبيرة، لأنه بتخليك أنت يعني ما في مكان معين، لا أنت تقدر تتوسع في الكشف عن شخص معين، أو عشان تقدر تحدد البروفايل أو الايدنتيتي بتاعت زول معين، بيكون عندك معلومات كثيرة بالهول جينوم سيكونسينج. في بداياتها كانت مكلفة جدا وكانت غالية، وما كانت كل اللابات بتقدر عليها، لكن هسه حاليا هي بقت يعني معظم اللابات اللي خلينا نقول في دول العالم الأول تقريبا بتشتغل بها. في دول العالم الثالث لسه الفكرة يعني ممكن تكون مكلفة، ما زالت مكلفة. الريأجنس حقتها برضو، المواد اللي بيشتغل بها برضو مكلفة، فدايرة دعم كبير من الحكومات، من النظم العدلية وكده، عشان يقدروا يواكبوا التطور الحاصل في المجال، وفي مجال الجريمة نفس الشيء. طيب في العشرينات، في 2020 وهسي ماشي مع السنوات الجاية إن شاء الله، حصل برضو تغيير كتير في الفكرة بتاعت الهول جينوم النكست جينيريشن سيكونسينج، اللي هو في مجال بتاع الابي جينيتكس. الابي جينيتكس اللي هي بيسموها ما وراء الجينات، يعني ما بننظر في السيكونس حق الجينات بس او التسلسل الجيني بس، لكن بننظر في التغييرات الكيميائية اللي بتحصل حوالين الجينات، اللي بتؤدي برضو لتغيير الوظائف حقت الجينات، يعني انتاجيتها، بتنتج بروتين ما بتنتج بروتين او غيره. برضو في حاجه اسمها انفايرمنتال دي ان اي، اللي هو انه يشيلوا عينات من الانفايرمنت، من البيئه اللي حوالين المسرح بتاع الحادث، او عموما الفكره عايزين نعملها انفايرمنتال دي ان اي، ده بنقدر نعمل سيكونسينج لاي حاجه موجوده في العينه دي، سواء كان حيوان او انسان او نبات او غيره، في النهايه نطلع المعلومات اللي احنا عايزينها ونخلي الباقي يعني. فدي برضو يعني صراحه النقله ماشيه سريعه وماشيه بخطه، يعني ممكن نقول متعجله، عشان تواكب التغيير الحاصل. طيب ده التاريخ بتاع الدي ان اي فينجر برينتنج نفسها، وكيف تطور مع تطور الموليكولر بيولوجي نفسه. يعني هو ما تطور لحاله، تطور ممكن نقول بخطى ابطا من تطور الموليكولر بيولوجي، لان هي كانت ماشيه اسرع. طيب هنجي كمان هنا نتكلم عن السي اس اي، زي ما قلت الكرايم سين انفستيجيشن. الكرايم سين انفستيجيشن، الكرايم سين طبعا هو اهم يعني مكان في الجريمه، اهم مكان في الجريمه، لانه هو المكان اللي بيكشف لنا عن الجريمه حصلت كيف، حصلت بمنو، كان فيها منو الضحيه، الفيكتيمز، الجاني، كل التفاصيل اللي احنا محتاجين لها بنلقاها في مسرح الحادث ده. لكن الحاجه المهمه جدا انه نعرف انه السين اوف ذا كرايم انه ممكن يكون غرفه، يعني ممكن يكون غرفه واحده، ممكن يكون مبنى كامل، ما بتقدر تحكم يعني، انه الا انت تبدا خلاص تشتغل شغلك تحدد انه المكان بتاع مسرح الجريمه ده هو قدر شنو. هل هو مثلا رصيف كامل، ولا هو 3 ميل مشط فيها طياره، او يعني كيبورد بس بتاع تليفون في الشارع، الفون بوث، ولا كيبورد بتاع كمبيوتر. الكرايم سين ممكن يكون صغير شديد، ممكن يكون كبير شديد لحاجه احنا ما نقدر حتى ندارك يعني، انه معقول ده كله يكون كرايم سين؟ ممكن تسال نفسك السؤال ده، ممكن معقول 3 ميل او 3 كيلو؟ ممكن اي حاجه جايزه، اي الجريمه ممكن تحصل في اي مكان، وفي اي يعني
في اي ظروف وفي عشان كده لازم نكون مستعدين. طيب الكرايم سين الحقيقي في اللغه بتاعت الفورنسكس عموما بنقول انه هو بيشبه يعني ما شرط يكون بيشبه الفيزيكال يعني المكان ذاته اللي حصلت فيه الجريمه يعني ما ممكن اقول والله انا انه الكرايم سين هو نفس المكان الفيزيكال انا اوصفه كده بتاع الكرايم سين ده ممكن قلت لكم يكون حتى في الغرفه دي زي ممكن يكون حاجه صغيره شديد عشان احنا نقدر نستفيد منه. طيب الحاجه المدهشه برضو في مجال الفورنسكس انه انت ممكن يكون عندك 3 ميل بتاعت كرايم سين لكن تكون محتاج مثلا يعني 3 يوم عشان تشتغلها. ممكن يكون عندك مكان صغير جدا لكن برضو تحتاج ليبر كبير عدد من الـ اللي هم الكرايم سين انفستيجيتورز الناس اللي بيشتغلوا في الكرايم سين نفسهم اللي هم اللي بيعملوا التحاليل وبيرفعوا العينات وكده ممكن تكون محتاج عدد كبير فالحاجه دي ما عندها علاقه يعني اذا كبير انا محتاج ناس كتار لا ما شرط وحسب دراستك للكرايم سين وكده. طيب واحده من الحاجات برضو الانترستنج اللي كان اللي انا عايزه يعني القي على ظلال برضو انه المسلسلات اللي كانت بتيجي في التلفزيون كثير يمكن حتى على زماننا يعني CSI نيويورك CSI ميامي CSI لاس فيغاس المهم المسلسلات الكثيره شديده كانت بتظهر المسلسلات دي بتخلي الناس انترستد في المجال ده لكن هي حقيقه ما بتعكس الواقع هي صراحه مسلسلات معموله بتوريك يعني حتى يمكن هم فايتين التكنولوجيا كتير من الشيء قاعدين نشوفه احنا طريقه رفع العينات والحاجات الموجوده دي فانا كنت مبهوره بالحاجات دي شديد صراحه وكنت شايفه انه انا بس هشتغل الشغل ده نفسه ده نفس الحاجه اللي انا هعملها نفس الـ يعني طريقه اللابات والنا لما جيت للواقع لقيت الواقع مختلف تماما الواقع فيه صعوبات اكثر لانه دي الحقيقه اللي بتواجه الزول فما اعرف بس دي يعني توضيح بسيط لانه قاعدين نشوف التلفزيون ده هو صراحه دي ما رياليتي يعني دي ممكن نقول دي دراما او دي يعني ده تشويق بس ما اكثر يعني ما بيعكس تماما الحقيقه او شكل الواقع كيف في بالنسبه للجرائم وكده الجرائم بتكون معقده اكثر مما بنشوف في السيريز دي بيكون الشغل بتاعها اصعب بتكون محتاجه ليالي من السهر ومن التعب ومن من الشغل المتواصل يعني. طيب هسه عايزه اتكلم عن الادله البيولوجيه لانه زي ما قلت لكم الحاجه دي كلها هي بيست على الدي ان اي والدي ان اي في اي مسرح حادث بيكون موجود عشان دي ان اي يعني بيكون موجود عشان تو سي يعني اي ام هير انه اخذوا بالكم مني او انا هنا الايفيدنس الموجود بالنسبه لكم. طيب اول حاجه انا بس هاذكر كميه من الادله لكن ما معناه انه ما في ادله ثانيه اي حد ممكن تخطر على بالنا ممكن تكون هي دليل تيشوز اي حاجه انا هبدا بالبلد لانه اهم حاجه اليورين برضو مهم شديد في مسرح الحادث وحسب الجريمه السيمن أو السبرمز عندنا الفيسز عندنا السويت العرق برضو وعندنا التيشوز أي نوع من التيشوز بتاعت الجسم سواء كان خلايا بتاعت جلد خلايا أي نوع من الخلايا موجود في الجسم موجود في مسرح الحادث عندنا اللعاب برضو السلايفا عندنا برضو الفينجر نيلز عندنا التوث أو تيث أو عندنا هير شار عندنا بونز وعندنا السيجريت أند دي كلها يعني بس أمثلة لشكل البيولوجيكال إيفيدنسز اللي ممكن تكون موجودة في مسرح الحادث. طيب واحدة من النقاط المهمة جدا برضو في الكرايم سين انفستيجيشنز انه كيف نجمع عينات نعمل كولكشن كيف نعمل لها ترانسبورتيشن ننقلها من مسرح الحادث لللاب او للمكان اللي هنعمل فيه الشغل بتاع التحليل وبرضو طريقة الحفظ بتاعت العينات دي كلها 3 نقاط مهمة شديد وبرضو مهم جدا انه نعمل فورنسيك فوتوغرافي. الفورنسيك فوتوغرافي دي عايزة مصورين محترفين بيقدروا يصوروا الايفيدنس من كل الجوانب بيقدروا يصوروا مكان الايفيدنس المكان العام الكرايم سين نفسه عشان حتى الواحد مرات بينسى يعني شكل المسرح كان كيف او رفع العين من او شكل البلد زاب كان كيف منتشر في المكان اذا كان جريمه بتاعت قتل او غيره فدي كلها حاجات مهمه شديده التقرير برضه التوثيق دي كلها نقاط اساسيه في شغل مسرح الحادث. واحده من النقاط المهمه برضه اللي هي انه كيف نحفظ البيولوجيكال ايفيدنس ونعمل له ريكفري فحقيقه في جايد لاينز للشغل ده انه بتين ترفع الاورال كافيتي اللي هو السلايفا بتين تحفظ اليورين كيف ترفع السلايفا كيف تحافظ على الفاجينال فيستيبولز والانس اي سامبل من اي منطقه نيلز من سيمن او سكن اي سامبل في المسرح الحادث اللي هي من الايفيدنسز الموجوده دي لازم يكون عندنا لها ميثودولوجي وطريقه بتاعت حفظ ونكون متابعين جايد لاينز معينه لكن مش زولوجي من طرف ارفع اي حاجه مع بعض ولخبط الشغل مع بعض وكده دي بت يعني بتضل القضيه في اتجاهات مختلفه تماما فلازم نكون حريصين لازم نكون عندنا درايه كافيه بانه كله ايفيدنس كيف نحافظ عليه وكيف نعمل له كولكشن كيف نعمل له بريزرفيشن نحط في اللاب هل نخليه ساي في درجه حراره الغرفه ولا نحفظه في الثلاجه ونحفظه في مكان جاف دي كلها معلومات مهمه شديد عشان نصل لنتائج نتائج يعني تكون مرضية علمياً ومرضية حتى يعني من ناحية بتاعت إنه أنت بتعمل في شغل صح
ما بتحاول يعني تعمل غلطات بتأذي شخص وما عنده ذنب مثلا على سبيل المثال يعني. طيب بعد البيولوجيكال ايفيدنس هادي عن الفكره بتاعت الاس تي ار اللي هي شورت هاند ريبيت ماركرز اللي هي مستخدمه او كانت بدايه استخداماتها في الفورنسيك دي ان اي فينجر برينتينج لان هي كانت من يعني من انجح وما زالت يعني الان هي مستخدمه في كثير من اللابات. الفكره بتاعتها انه زي ما شايفين هنا عندنا تسلسل بتاع قواعد نيتروجينية بالأسود وبالأزرق. بالأزرق ده بيوضح إنه الـ GATAD مكررة 12 مرة اللي هو السيكونس ده مكرر 12 مرة مكرر 12 مرة كل اللي هي أربعة قواعد نيتروجينية مكررة 12 مرة. دي ميزة في شخص معين على سبيل المثال يعني for example شخص تاني ممكن تكون الـ GAT مثلا GAT بس أو GATAG دي مكررة 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات. فالحاجة دي يونيك شديد يعني من زول لزول بتفرق. فهنا زي شخص معين عنده مكرر 12 مرة شخص تاني 8 مرات فدي معلومة مهمة شديد زي ما قلنا. نحن بكون عندنا ليها تكنيك معين في اللاب عشان ندخل البي سي آر وعشان نقدر نشوف الشخص ده مكرر عنده كم مرة مثلا. شخص هنا عنده مكرر 7 8 9 10 whatever أي حاجة عندنا مكررة بشكل معين حنقدر نعرف في النهاية نقدر نصل للمعلومة دي إنه الشخص ده مكرر عنده كم مرة. عندنا في قواعد نيتروجينية بتكون مكررة مرتين. دي أمثلة اللي بس لحاجات مختلفة يعني إنه إحنا بنعمل تارجتينج لريجون معين من الجينوم فيه تكرارات معينة بنحسب التكرارات دي عددها كم ومختلفة من الزولة اللي إحنا عايزين نحدد الايدنتي بتاعته قدر شنو من الزولة الثانية أو مختلفة دي مختلفة من الثانية في شنو أو إنه ما متشابهين ليه. طيب واحدة من النظم المستخدمة أو كانت مستخدمة لغاية هسي اللي هي combined DNA index system ده سيستم أمريكي. في سيستمز بريطانية في سيستمز لدول كتير مختلفة بس ده example يعني من زمان الناس مستخدمة وكانت اللي هو بالأسود الأشكال الطويلة بالأسود دي هي الكروموسومات من 1 ل 22 هنا وهنا كروموسوم X وهنا Y يعني كروموسوم typing بتاع male أو بتاع ذكر. البوكسز اللي بالأصفر دي هنا بتوضح لنا STR markers اللي هي short tandem repeat موجودة على الكروموسومات المختلفة كلها بالالوان المختلفه دي هنا لانه بعدين في اللاب احنا بنطلع بالالوان المختلفه دي لفكره معينه انا ما حخش فيها بالتفصيل لانه دي حتاخد وقت. فعموما دي الماركرز المختلفه او المعلمات المختلفه اللي احنا بنستخدمها عشان نحدد بقى ايدنتي بتاعت شخص معين. ده بالنسبه للنيوكليير دي ان اي اللي اتكلمنا عنه في الاول اللي هو بيتورث 50% من الام و 50% من الاب. برضه مستخدم في الدي ان اي فينجر برينتنج اللي هو الواي اس تي ار. الواي اس تي ار دي هي اس تي ار شورت تاندم ريبيتس موجوده على الواي كروموسوم ودي مهمه شديد برضه لانه الواي كروموسوم مهم شديد في بالذات في القضايا بتاعت الريب او السكشوال اسولتس وكده لانه بيحدد لنا يعني بنكون موثقين انه الميل ده دي سامبل حقته. فنفس الفكره هي التكرارات موجوده على ماركرز معينه هنا دي ماركرز موجود على الواي كروموسوم. عندنا هنا الاميلوجين اللي هو المعلم الذكري يعني اذا عندنا اميلوجين اكس واي او ذا واي بالاضافه للاكس هناك هنعرف انه العينه بتاعتنا بتاعت ميل يعني فممكن برضو هنا نعمل له نحاول نتعرف عليه من خلال الشغل بتاع اللاب. طيب نيجي نشوف الشغل الاول ستيبس بتاعت الدي ان اي سامبل في اللاب بالتيم كيف. طيب اول حاجه احنا على انا بعمل هنا بس اكزامبل بس لانه كل قضيه مختلفه من الثانيه كل كيس عندها ظروف المختلفه عندها السامبلز المختلفه اللي احنا هنقوم نجمعها. اذا احنا عندنا بلاد سامبل او سلايفا بغض النظر عن هي كانت من مسرح حادث يعني مكان وقوع الجريمه او كده او كانت من شخص احنا حابين ناخذ منه العينه عشان هو شخص مثلا بالنسبه لنا متهم. اذا كان متهم في نقطه هنا مهمه شديد انه ما في متهم بنجي نشيل منه عينه يعني بيكون في حاجه اسمها كونسنتنج لازم احنا نقوم يعني زول ده يكون عارف انه هو بيعمل في شنو ما بشيل منه عينه وهو عميان مثلا تيجي تقول له انا عندي عينه هنا لازم يكون عارف هو بيعمل في شنو او انتوا بتعملوا في شنو العينه دي احنا عايزين نشيلها عشان كده 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 انت متهم في كده كده يكون المعلومات كلها متوفره له لانه اخذ العينات البيولوجيه في زمن الحاضر ده بقى شويه معقد وصعب وعايز يعني اهتمام كبير من الباحثين او حتى من الناس العاملين في المجال عموما. يعني بتتشال العينه وقلنا حسب اذا كانت من كرايم سين ولا من زول سسبكت بيحصل لها دي ان اي اكستراكشن اللي هي دي بتكون عينه بتاعت بلاد او سلايفا بكون فيها خلايا فبنحاول نطلع الدي ان اي من داخل الخلايا دي بنعمل له اكستراكشن بنعمل له ايزوليشن بنطلعه برا بنطلعه برا وبنعمل حاجه اسمها يعني فلترنج وكوانتيفيكيشن والمهم الدي ان اي دي بنخليه في وضع يكون مناسب لانه مش المرحله اللي بعديها اللي هي بنعمل حاجه اسمها بي سي ار امبليفيكيشن زي ما قلت قبل فكره البوليميريز تشين رياكشن ان هي العينه بتاعتنا حتى لو كانت بسيطه بيحصل لها بروليفريشن بيزيد حجمها وبيزيد يعني إذا كان حاجة مثلاً
خلينا نقول مقاس مثلا 2 مايكروغرام او نانوغرام مع البي سي ار بتبدا لنا اكثر، ممكن اوصل لرقم اكبر، ادي ارقام افتراضيه بس طبعا ممكن اقول 10 نانوغرام، بنقدر نستفيد منها في الخطوات الجايه برضو. فبعد ما نعمل البي سي ار ده ويعني العينه بتاعتنا تكون جاهزه، بنعمل حاجه اسمها سيبريشن وديتكشن اوف بي سي ار برودكتس، لانه في البي سي ار نفسه احنا بنكون خدتنا حاجه اسمها برايمرز عشان تقرينا المناطق اللي فيها الريبيتس دي. دي برضو انا قلت ممكن اشرحها في وقت ثاني بصوره اوسع يعني. المهم احنا بندخل العينه بتاعت البي سي ار دي في جهاز اللي هو اسمه كابيلاري الكتروفوريسيس، ده جهاز مخصص للشغل بتاع الفورنسيك دي ان اي، بعملنا الجينوتايبنج او الاس تي ار جينوتايبنج. بنصل لشنو للمعلمات اللي احنا اصلا بدينا بيها من الاول، احنا عارفين عايزين نعمل يا تو اس تي ار ماركرز، عندنا رقم معين سواء كنا شغالين ب 16 او ب 9، طبعا الارقام كل ما يعني التكنولوجيا تتطور بتزيد عدد الارقام، هسه الناس شغالين ب 27، فينا شغالين بأكتر، فينا شغالين whole genome sequencing، دي بس فكرة مبسطة للـ DNA fingerprinting يعني ممكن نقول من بداياته يعني. طيب بعد ما ندخل الجهاز ده بتطلع لنا البيانات، ده بيكون شكلها بس عموما البيكسل هنا بالألوان دي، ده شكل الـ STR markers، شكل الـ repeats ذاته أو الأرقام المكتوبة تحت دي هنا بتورينا الـ repeats حقت كله STR، وهنا هنا في البوكسز اللي فوق دي مكتوب باسم الماركر ذاته، إحنا بنكون عارفينه. عندنا حاجه اسمها ستاندرد سايز، وعندنا اليليك لادر، دي حاجات كلها تكنيكال موجوده في الجهاز ذات، او احنا بنضيفها مع السامبلز حقتنا عشان نقدر نصل للبروفايل حق اللي احنا عايزينه، ونكون متاكدين من الصحه بالستاندردايزيشن. في تكنيكس بتعمل معينه في الشغل ده، ودي برضو انا كنت عايزه تفاصيل دي لزول عايز يشتغل شغل اللاب عايز شرح اكثر يعني. طيب نجي للفورنسيك اند ليجل كيس، ده القضايا اللي بيشتغلوا فيها الدي ان اي فينجر برينتينج. في قضايا مختلفة كثير، نحدي هنا أمثلة، مثلا عندنا إنه إحنا نقارن إنسان متهم بدليل بيولوجي أو evidence موجود في مسرح الحادث، إنسان متهم معين نجي نقارنه بالتالي، ده عايزين محتاجين DNA fingerprinting هنا. أو في حالة نزاع الأبوة، في حاجة اسمها historical investigations، مرات بيكون في عينات مثلا بتاعت bones أو غيره موجودة في مكان معين، عايزين نجي نشوف العينات دي بترجع لمنو، فينا شاكين انه ديل ممكن يكونوا اهلهم قبل فتره اتدفنوا هنا او غيره. مهم في 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 كونتكست كبير هنا برضو ممكن ناخده. مرات برضو الاشخاص المفقودين ممكن نعمل انفستيجيشنز ليهم ونحاول نصل لهم او لاسرهم عشان نقدر نوصلهم بهم يعني. عندنا برضو المشكله بتاعت الماس ديزاسترز، الماس ديزاسترز دي ممكن يكون زي المباني اللي بتقع فجاه او الطيارات اللي بيحصل لها كراش او بيحصل لها سقوط مفاجئ او كده. عندنا الميليتري دي ان اي، الناس اللي بتفقدوا في الحروب او غيره برضه ممكن يعني نحاول نصل ل ل ل لهوياتهم عن طريق الفحوص بتاعت الدي ان اي فينجر برينتينج. وعندنا برضه الداتا بيزز بتاعت الناس اللي هم متهمين في قضايا وكده، اذا حصل لقينا دي ان اي من 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 ايفيدنس معين او من عندنا داتا بيز لناس تم اتهامهم قبل كده ومحبوسين وغيره. إذا لقينا evidences مرتبطة بقضايا مختلفة أو بأشخاص مختلفين عموماً، المهم الفكرة تصل يعني. إحنا دي كلها مجالات مفتوحة لأنه إحنا نستخدم الـ DNA fingerprinting. أنا حدي هنا بس example لأنه كيف إحنا نعمل الـ evidence collection in general في قضايا مختلفة. عندنا crime scene على الشمال، في الـ crime scene ده عندنا يعني ممكن نلقى حاجتين، ممكن نلقى أدلة بيولوجية وممكن نلقى أدلة غير بيولوجية. الأدلة الغير بيولوجية دي بتمشي طوالي لـ physical أو chemical analysis، بيحصل لها حسب نوعه وحسب ما إحنا بنحدد إنه والله المادة دي شنو هي. طيب هنجي بعدين للـ biological evidence أو الدليل البيولوجي، هنشوف بيمشي كيف. عندنا الـ victim برضو أو الضحية، الضحية ده بالذات في الـ rape case أو حتى في الموت يعني بيحصل حاجة اسمها medical examination، اللي هو ده بيكون فيه ولا الطبيب الشرعي بيكون له دور كبير هنا في إنه يحدد الحالة، بيحددوا بعد ذاك حالة الوفاة، التفاصيل المتعلقة بالقضية ذاتها، موت، اغتصاب أو غيره. عندنا برضو الملابس بتاعت الفيكتيم أو الغارمنتس، عندنا برضو البادي إيفيدنس، الأدلة الموجودة على جسم الضحية دي أو ده. عندنا البربتريتور اللي هو الجاني أو الشخص اللي يعني هو مرتكب للجريمة، برضو زلقينا إذا توجد يعني. عندنا بادي إيفيدنس، عندنا الملابس الغارمنتس حقته برضو. عايزين نشوف بالنسبه للادله اللي هي بتكون بيولوجيكال، مثلا زي الملابس بتمشي الفايبرز دي بتتفحص، في حاجه اسمها مايكروسكوبيك اناليسيس، بنحدد الفايبر ده نوعه شنو، اذا هو شعر بتاع انسان هيومن هيرز ولا سينثيتك فايبرز اللي هي المصنعه بوليستر، اي حاجه من الحاجات المختلفه الثانيه يتم برضه فحصها والتعرف عليها عشان مقارنتها ب بتاعه الجاني او بتاعه الفيكتيم يعني عشان نتاكد. عندنا بالنسبه للبيولوجيكال ايفيدنس هنا زي الستين مثلا، دي على سبيل المثال بلاد،
البلد نحدد انه عايزين اول حاجه او اهم نقطه في البلد انه او في السوائل عموما هل هي لهيومن ولا نون هيومن. في كيميكال تيست بيتعمل بيوريني انه البلد ده هل هو بتاع هيومن ولا بتاع سبيسيز ثانيه, بتاع كلب, بتاع اي انيمال ثاني نقدر نحدده. اذا تحدد البلد وطلع هيومن وكده احنا بعد ده عندنا حاجه اسمها زي ما شرحت قبل شويه الدي ان اي اكستراكشن, الدي ان اي كوانتيفيكيشن, امبليفيكيشن والاناليسيز, والدي ان اي بروفايلز, وبعد ذاك الهيومن ايدنتيفيكيشن, نجي للفكره بتاعت الاس تي ار بروفايلنج وكيف نصل للمعلومه النهائيه. طيب انا حاطه اكزامبل هنا بس للقضايا اللي اتكلمت عنها قبل. اذا عندنا قضيه مثلا بتاعت سرقه وكان البربتريتور خلى اثر في مكان الجريمه, لقينا من مسرح الحادث هنا لقينا سامبل وجينا اتهمنا مثلا او كانوا متهمين 3 اشخاص مختلفين, من كل شخص حنشيل عينه بتاعه البلد او غيره ونفحصها وحنجي نعمل لها كومباريزن مع العينه الموجوده في الكرايم سين. عندنا هنا 3 STRs بس او 3 لو 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 ساي اللي هي رقم 1 بالاخضر, برتقالي وازرق, دي 3 مواقع مختلفه. ده على سبيل المثال طبعا, احنا ما بنتكلم هسه عن ماركر 1 أو 3 أو 4 أو 5, احنا بس دي لتوصيل الفكره. الفكره هي اذا 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 حبينا نتكلم فيها في قضيه حقيقيه يعني عدد الماركرز بيكون اكثر, بنكون حريصين على تفاصيل كثيره ثانيه. عندنا statistical calculations برضو بتدعمل عشان نشوف probability كم انه شخص يكون عنده نفس البروفايل بتاع شخص تاني. على العموم انا بس دي توصيل الفكرة للمرة التانية يعني. هنا لو لاحظنا العينة اللي اتلقت في مسرح الحادث او الكرايم سين سامبل مشابهة تماما للسسبكت رقم 2 اللي هو في النص هنا. شايفين هنا بحط عملها outline بالبلو هنا بالبلو, انه العينة دي مطابقة للعينة دي. ده بس يعني بصورة مبسطة جدا احنا بنقدر هنا نحدد والله انه الشخص اللي هو اخذت منه العينة رقم 2 ده العينة حقته دي هي مطابقة للموجودة في مسرح الحادث. بعد ده بتجي الحيثيات الثانية بتاعت التحري انه الشخص ده كان موجود في مسرح الحادث, يمكن كان اليوم اللي قبليه, وهل هو مسؤول فيه. في تفاصيل ثانية كثيرة بتخش في الموضوع, لكن دي بتدعم الموضوع ذاته يعني, بتخلي الحجة اقوى انه الشخص ده والله عنده علاقه بمسرح الحادث. فالنقطه دي هنا يعني مفيده شديد وبتفيد القضاء شديد وبتختصر طرق كثيره ملتويه ومعقده. طيب نجي لمثال ثاني اللي هو برضه فكره الكتل برضه اللي هي ما بعيده من فكره السرقه او السطو. في انه اذا قارنا برضه عين المسرح الحادث بالشخص الجاني او يعني ممكن مسرح الحادث ده يكون فيه جاني ومجني عليه, ممكن تكون فيه عينات مختلفه كثيره, لكن اذا احنا عندنا 2 متهمين في انه هم كانوا في مسرح الحادث لانه شلنا سيجريت اند او عقب بتاع السياره فحصناه بالسلايفا الموجوده فيه, او شلنا كوبايه شرب بيها, او اي ايفيدنس موجود في مسرح الحادث شلناه وكان عندنا متهمين 2 او اكثر او غيره, بنقوم نقارن برضه البروفايل حقهم ببروفايل ثاني. هنا برضه دي ممكن اقول 4 مواقع جينيه مختلفه, حنلاقي انه السسبكت رقم 2 هنا برضه هو مطابق للعين الموجوده في الكرايم سين على الشمال هنا. فدي برضو يعني بتختصر دروب طويله ومعقده وبتوضح لنا انه والله الزول ده هو يعني ممكن يكون هو الشخص الاساسي في الجريمه دي. طيب انا بدي هنا امثله زي ما قلت, عايز اتكلم برضو عن النزاع بتاع الابوه. والنزاع بتاع الابوه انا بتكلم هنا من ناحيه بتاعه قضايا جنائيه بحته, يعني انه شخص هو كان اب لطفل ونكر الكلام ده خارج اطار الزوجيه. الكلام ده للقضايا اللي بتكلم عن القضايا المفتوحه في النقطه دي يعني بالذات. الموضوع طبعا بيكون محتاج انه الام تكون موجوده, سامبل من الام, سامبل من الطفل, وسامبل من الاب عشان نثبت انه الشرعيه بتاعت الاول بيولوجيكال فادر الشخص اللي هو الطفل ده يعني هو والده الحقيقي. فبنفس الطريقه بتاعت العينات اللي شرحتها قبل شويه هنقارن البروفايل بتاع الطفل بالأب وبالأم. الأم طبعا هي ما ضروري شديد هنا لأن هي أوردي هي الأم بالنسبة لنا وكده, بس الفكرة هنا بتجي من الفكرة اللي قلتها قبل في النيوكلير دي ان اي انهيرتنس, إنه الطفل ده عنده 50% من الأم. زي ما شايفين هنا مثلا في الموقع الواحد ده, بس مثال بموقع واحد, في الموقع الواحد الطفل عنده في اس تي ار ماركر واحد عنده تكرارات هنا رقم 5 وهنا 7 اللي هي هيتروزايجس يعني مختلفة. طيب الطفل ده الخمسه دي جابها من وين؟ الخمسه دي اكيد جابها من الام في الموقع ده نفسه اللي هو في المكان بتاع الجينوم ده. الطفل ده جاب الخمسه من الام هنا, شايفين انا حتى لونتها بنفس الالوان عشان تكون سهله للمتابعه. والسبعه الثانيه دي جابها من الاب ده. ده ماركر واحد, انا بتكلم هنا عن ماركر واحد. طيب احنا عندنا لسه بتاعت ماركرز كثيره, قلت في ناس شغالين او في لابات شغاله ب 27 ماركر, هنجي ندرس ال 27 ماركر ده كلهم ونحدد نشوف الطفل ده مشارك الاب ده في كم.
حتى لو مشارك فيهم كلهم لازم نعمل statistical calculations نحدد الpaternity paternity index والprobability بتاعت إنه الطفل ده ونسبة التكرار بتاعت كل موقع في الـ في الـ في population days عندنا database موجودة أو غير موجودة. بنحاول نوجد طريقة تكون statistical inferences حقتنا صحيحة ودقيقة عشان نقدر نثبت إنه الطفل ده بيعود لل أو الأبو ده هو biological father. فدي برضو ساعدت كثير صراحة في يعني حل كثير من القضايا المختلفة المتعلقة بنزاع الأبوة. وإضافة لنزاع الأبوة كمان في قصة تانية اللي هي child swapping. الحاجة دي صراحة أنا قبل كده تكلمت عنها في 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 كم محاضرة، وحسيت إنه بالذات الناس الماشرقيين يعني الناس من المجتمعات الأوروبية بيستغربوا شديد في الحاجة دي، لأنه ما بتحصل عندهم كثير أو نادر أو حتى ما بتحصل أساساً. يعني عندنا مشكلة دي في السودان وفي الهند تخليه برضو كثير شديد في الدول الشرقية عموما، إنه في المستشفيات في ناس بيكونوا ما عايزين يكون عندهم يعني ينجبوا بنات، فبيقوموا بيتفقوا مع ناس الصابت على المستشفى أو كده. ده بس يعني ده مثال يا جماعة، ما دي ما حاجة موجهة لمكان معين أو كده، لكن أنا عايز أوضح الفكرة بس إنها بتحصل وموجودة، إنه يبدلوا طفل بيت بولد. والحاجة دي قبل كده حصلت صراحة، يعني حصلت وكانت مشكلة كبيرة. وبعدين الأم لما الطفل يتولد إذا ما ادوا لها طوالي من لحظة الولادة ممكن يمشي الغرفة بتاعت الحضانات الانكيوبيترز دي، وما يتعرف بعد ذاك إذا ما تعمل له التاك طوالي في يده وكده، بتحصل لخبطة تخليه وما سهل الموضوع دي. يعني الأطفال كلهم بيشابوا زي بالكرتون ده، هسي ما منو بيبي منو ما معروف. فبيحصل حكاية تشالد سوابينج دي، فبيلجأوا فيها لنفس الفكرة بتاعت اللي هي disputed paternity دي، إنه يقارنوا الطفل مع الأم والأبو وتأكدوا إنه يعني الماتشنج تماماً والprobability ذاتها دقيقة والstatistical inferences دقيقة، عشان يقدروا يثبتوا والله إنه الطفل ده ضطف للأسرة دي وضطف للأسرة دي، ويحصل يعني التبادل الصحيح يعني، وتجنبوا المشاكل زي دي. فدي كلها واحدة من يعني عديد من القضايا اللي ممكن يتم العمل بها بطريقة الديان في البرينتينج. طيب نجي للفكرة بتاعت الأول، القضية بتاعت السكشوال أسولت اللي هي الاعتداء الجنسي الاغتصاب أو غيره. حقيقة الأرقام صادمة جدا، لأنه اليو إن أو الهو عملت استيميشن لنسبة تعرض النساء للسكشوال أسولت، ولقيت إنه كل واحدة من ثلاثة نساء أو يعني 35% من نسبة النساء في العالم معرضة للحاجة دي أو تعرضت للحاجة دي خلال حياتها. فدي نسبة كبيرة جدا صراحة يعني، أو نسبة عالية. وللأسف النسبة دي يعني ممكن نقول المخلية تزيد أصلا، اللي هو عدم الترانسبيرنسي، إنه الناس ما بتتكلم، الناس ما بتناقش القضية، ما بتحاول تلقى لها علاج، ما بتحاول يعني تعمل توعية أصلا للبنات منهم صغار وتوريهم وتنورهم وكده. فدي بتزيد المشكلة وبتعقدها صراحة. في القضايا تحت السكشوال اسولت دي، قبل ما اخش فيها اللي بيكون فيها طرفين دائما، بيكون فيها ميل وفيميل، انا قبل ما اخش فيها انا عايزه اوضح بعض الاستاتستكس اللي هو الورلد ريبورت اون فايلنس اند هيلث. زي ما قلت واحده من المشاكل الاساسيه للسكشوال اسولت انها ما انفورمد، يعني ما في زول بيتكلم عنها، ما في معلومات كفايه. طيب عايزة هنا أوضح برضو في البيك بتاع البيراميد ده أو الهرم ده، في حاجة اسمها فيتال سكشوال أسولت، دي قاتلة يعني، دي سكشوال أسولت قاتلة بتأدي لوفاة طوالي يعني. يمكن شفناها كتير في القضايا بتاعت الأطفال في السودان يعني، أول بتاعت الرأي العام كانت كلها فيتال وكانت مأساوية صراحة، ويعني محتاجة دعم من المجتمع، محتاجة دعم من المنظومة العدلية والقضائية في إنه التوعية تزيد، الفكرة بتاعت إنه يوعوا الأطفال سواء كانوا بنات أو أولاد. إحنا هنا ما بنستثنى جندر معين، نقول الأطفال عموماً يكون تتم توعيتهم. برضو واحدة من الحاجات المؤسفة جداً إنه الريب ريبورتد تو بوليس، يعني الحاجة دي الديجرام ده هو يعني جلوبال ممكن أقول، لكن أنا ما بقدر هنا أقول لكم إن السودان والله لا مختلف. السودان قد يكون يمكن البيراميد بتاعه أسوأ من ده تقريباً. فما في ما كل الحالات بيحصل لها ريبورتنج للبوليس، يعني ما بتسجل ما بتبلغ عنها. واعتقد دي واحده من المشاكل الاساسيه في السودان، انه القضايا دي ماشيه بتزيد يعني، مع انه بنقول الناس بقت واعيه والميديا وبقى في كده، لكن لا للاسف الناس بتحاول، الناس بتخاف من المجتمع جدا، ومجتمع فارض سيطرته، فبتحس انه الناس يعني للاسف ما قاعده تبلغ، ما قاعده تحاول تحل المشكله، ما الاطفال ما قاعدين يلقوا دعم كافي. في دعم موجود، لكن ما كل الاطفال بيلقوا دعم كافي، او حتى الاسر بتخاف من انها توفر لهم دعم، لانه الاطفال ما بيتعافوا صراحه، ما بيتعافوا بسرعه. واحده من النقاط المهمه برضو انه عندنا بعض الاعتقادات كده، يعني انا بتكلم هنا عن التشايلد ما عن الفيميل بس، اللي هم الفيميل والتشايلد كله، او التشايلد ممكن يكون جيل او بوي كل واحد. اول حاجه لازم نتوقع انه السكشوال اسولت ممكن يتم من نساء ومن رجال واحد، يعني سام تايمز برضه النساء بيعملوا سكشوال ابيوز للتشيلدرن. دي نقطه برضه مفترض ما نغفلها، انه برضه الاطفال ديل ما بيستاهل انه يعملوا سبوتنج للزول اللي عمل لهم ابيوز. دي مشكله برضه، انا بجد حابه انه يا ريت نتكلم في الموضوع ده اكتر في وقت ثاني، لانه
الموضوع ده مهم شديد، والموضوع ده يعني بيمثل لنا النقلة بتاعت الأجيال الجاية. يعني لازم نوفر لهم بيئة صحيحة، مجتمع صحي، رعاية مناسبة كمان عشان ينشأوا في ظروف كويسة بالرغم من الحصر في السودان وكده يعني. لكن أتمنى إنه يكون لنا دور كبير في إنه نوجه الأطفال ونقويهم بصورة يعني بصورة كويسة، ويعني بصورة يعني بتناسبهم صراحة وبتناسب أعمارهم المختلفة وكده. بعدين برضو الفكرة بتاعت إنه أي زول بيعمل sexual abuse أو sexual assault للأطفال إنه هو يعني مريض عقليا وكده، دي فكرة صراحة خاطئة شديد، وأتمنى برضو إن إحنا يعني نتغاضى عنها. الحاجة الثانية اللي هي أكثر نقطة مهمة بالنسبة لي إنه السكشوال ابيوز ده يعني احنا ممكن نتجنبه بكل بساطه، يعني ممكن نعمل اطفالنا منه بروتكشن. فما حاجه احنا لازم نستنى ان هي تحصل عشان احنا نلقى لها حلول او نحاول نعالجها، لا ده صراحه خطا كبير جدا. انا بس دي النقاط المحدده كنت عايزه اذكرها هنا يعني الليله، واتمنى هنا يعني تكون المعلومه وصلت. طيب بالنسبه للسكشوال اسولت دي نفس فكره جبال، برضو عايزه اوصل فكره انه عندنا اثنين متهمين يلقون ايفيدنس في مسرح الحادث او في المكان اللي هو مكان الجريمه وكده، بنقدر بالراحه برضو نعمل اكسكلوجن لشخص معين بانه هنا مثلا ما في بالنسبه للماركر ده مثلا، دي ثلاثه ماركرز هنا فوق ما في ماتشنج هنا، يعني طوال بنقوم بنطلع على الماركر ده برا انه مختلف. نجي نشوف الثاني هنا مشابه لده ما مشابه، المهم مقارناتنا بتتم بنفس الصوره سواء كان طفل او انثى او كده. النقطه المهمه اللي عايزه اذكرها بالنسبه للسكشوال اسولتس بالذات اذا كان الابيوزر او الجاني ده رجل والشخص الثاني يعني فيميل او انثى، يعني بنقول واي ذا واي، واي ذا واي بنستخدم هنا في الحاله دي الواي كروموسوم، لانه الواي كروموسوم بيغدينا على مشاكل كثيره جدا، اللي هي لما يكون عندنا سامبل من قضيه بتاعت السولت عموما، السامبل دي بتكون ميكست، بيكون فيها يعني ايفيدنس من الفيميل وايفيدنس من الميل، السامبل دي بيحصل لها ميكسينج. فلما نيجي نشتغلها في اللاب اذا كانت كميتها بسيطه، اذا كانت اخذت كم يوم حتى تشالت او اترفعت في مثلا الحادث او كده، بتكون النتيجه شويه ضعيفه او ما مقنعه، محتاجين نستخدم تقنيات يعني متطوره اكثر او نلجا للواي كروموسوم، لان الواي كروموسوم بيحدد لنا هويه الجاني اذا كان ذكر بالذات، فبيغنينا عن مشاكل كثيره جدا. يعني ممكن احنا نعرف الضحيه، اوكي الضحيه معروفه بالنسبه لنا، طيب الجاني كيف نعرفه؟ الواي كروموسوم بيسهل كثير في قضايا السكشوال اسولت، ومهم جدا، وصراحه يمكن هو كان من البدايات الناجحه لنجاح وهو يعني نجاح القضايا بتاعت السكشوال اسولت في كل العالم تقريبا، يعني خدم خدمه كبيره جدا وما زال بيتم استخدامه لانه بيوفر مجهود كبير وبي يعني قطع شك بيوصلنا للجاني في بسهوله جدا. واحدة من القضايا المهمة برضو اللي هي ما تعتبر جرائم، يعني اللي هي سقوط الطيارات والناتشورال ديزاسترز أو الكوارث الطبيعية اللي بتحصل عموما. في الحالة دي نحن يعني كل لاب أو كل بلد محتاج يكون عندها داتابيز، مثلا الداتابيز دي بيكون فيها مجموعة كبيرة من البوبوليشن، يعني معمول لهم أول دي ان اي بتاعهم، البروفايلينج جاهز مجهزينه موجود، وأي حاجة عندنا شخص ما معروف بالنسبة لنا هويته سواء كان مفقود أو في سقوط بتاع طيارة أو كراش أو مبنى وقع أو غيره، بنقدر طوالي نعمل الفيكتيم ده وللشخص ده نحدد الدي ان اي بتاعه والبروفايل بتاعه وندخله طوالي في الداتابيز ونحاول نقارن نصل لمعلومة عنه، الشخص ده منه يعني ماشينج مع شخص معين، ماشينج مع جروب معين، ماشينج مع اسم معين أو غيره. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للشغل بتاع الكراشز ده والناتشورال ديزاسترز، لأنه مرات ما بنكون عارفين أصلا الشخص ده هو أسرته منه ولا غيره، إذا هم أصلا ما طرف من الـ من الـ من الـ يعني من الشغل المفتوح وكده عشان إنه يتحلل النتيجة بتاعته. طيب عموما الفكرة بتاعت الدي ان اي في البرينتينج في الفورنزكس خدمت القضاء كتير، وأنا زي ما قلت ما عايز أخش موضوع القضاء كتير، لكن عايز أقول إنه استخدام التكنولوجي اللي هو هنا يعني الفيجر اللي بالشمال ده، استخدام نقطة بس بتاعت بلاد أو سلايفا أو غيره، واستخلاص الحمض النووي منها أو سواء كان ميتوكوندريال أو واي كروموسوم بسيستمز مختلفة، سواء كان السيستم يعني معروف عالميا أو سيستم اللاب نفسه يعني مشتغل به، سواء كان مشابه للأمريكي أو البريطاني أو أي سيستم أوروبي، بيخدمنا في إنه في مسألة الحادث بنكون متأكدين إنه إحنا والله بنعمل في شغل يعني بيوفر أو حيحقق العدالة. المتهمين نفسهم ذاتهم بيكون مواثقين من انه ما في زول حيخش السجن ده وحيتعاقب عقوبه وهو مرتكبه، عندنا العدل ذاته حيكون المعلومات المتوفره له يعني حجته قويه، وفي النهايه الجاني هو اللي حي يعني هو اللي حينال عقوبته، وده هو المطلوب صراحه من التكنولوجيا دي كلها، يعني مطلوب من التكنولوجيا انها هي يعني تحقق العداله وما يكون في زول مظلوم، يعني تحقيق العداله هو من اهم اساسيات الحياه الكريمه يعني.
طيب انا عايزه برضو اتناول هنا شويه كم نقطه عن الـ عن الـ عن الباست والبريزنت والفيوتشر بتاع الدي ان اي فينجر برينتنج، لانه صراحه زي ما قلت قبل الدي ان اي فينجر برينتنج بدا بميثودز كثيره شديد جدا انا ذكرتها قبل، هسي بس يعني هتطرق لها عموما كده، انه بدا بالار اف ال بي، بعدين بالاس تي ار، التي ار اف ال بي، بعدين الامبليفايد الاي اف ال بي، ثاني اللينث هيتروجينيتي اللي هو ال LHPCR، السانجر سيكونسينج، وهسه النكست جينيريشن سيكونسينج بقى هو بقى البريزنت يعني بتاع لنا، وهيبقى الفيوتشر كمان لانه اوريدي هو وفر لنا معلومات كثيره شديده وما زال بيوفر. طيب اذا نظرنا هنا بس للفيجر ده هنشوف انه كيف النقله كانت من يعني في بداياته في السبعينات في الثمانينات من فكره بتاعت انك تحلل الدي ان اي وتعمل له جل الكتروفريز وتقدر تعمل له اكس راي عشان تقدر تشوف اللوصايا المختلفه اللي انت بتحاول تدرسها في الفيكتيم وفي السسبكت، للشغل بتاع البريزنت اللي هو الشغل بتاع الاس تي ار، هنا شايفين في البوتوم الكالرد ماركرز دي الشغل بتاع النكست جينيريشن سيكونسينج اللي هو قلنا البريزنت والفيوتشر بتاع الفكره ذات التكنولوجي، وكيف ماشيه بخطه يعني متسارعه في انه توفر لنا احدث الطرق واسهلها واكثر طريقه لتحقيق العداله. فزي ما قلت النكست جينيريشن سيكونسينج والابلكيشنز حقته يعني ماشيه في 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 طريق يعني صراحه يعني مشجع جدا، لانه يتم التعرف على الاشخاص المحددين او البناء او الضحايا وتحقيق العداله، ويعني بصوره يمكن تكون ادق يعني او صوره بتوفر حجه كبيره. الهول جينوم سيكونسينج بيجي يوفر لنا انه نقدر نحدد برضو انه السبيسز دي هي هيومن ما هيومن بصوره دقيقه جدا، نحدد الانسيستوري، نحدد الفينوتايب، نشتغل على الشغل بتاع المايكرو الار ان اي عموما ما الدي ان اي بس، كمان المولكيول الثاني الموجود في الخليه، نستخدم الابيجينيتكس اللي هي قلنا ما وراء الجينات اللي هي الشغل بتاع الكيميكال موديفيكيشنز الموجود في الجينات. طيب انا الحاجه اللي حابه اوصلها صراحه المعلومه هي النكست جينيريشن سيكونسينج اهميته لنا في انه دي صراحه ده الفيوتشر الواعد جدا بتاع النكست جينيريشن سيكونسينج اللي هو الـ ممكن نقول التكنولوجيا الجديده اللي هتوفر لنا معلومات اكثر، اللي هي انه احنا مثلا عندنا الفيكتيم او الجاني حتى نفسه يعني نقدر نصل للفينوتايبنج حقه، نشوف انه لون شعره، لون بشرته، لون عيونه من خلال النكست جينيريشن سيكونسينج او السنب بوليمورفيزم، نقدر برضو نحدد من خلال الابي جينيتكس او الدي ان اي ميثيليشن الايج بتاع الشخص ذاته، نشوف يعني نحدد تقريبا عمره كم، نقدر نعمل سبوتنج للبايوجرافيكال انسيستري حقته جاي من ياتو مكان او منطقه محدده في العالم، المعلومات دي كلها بقت متوفره صراحه. فصراحه الفيوتشر واعد جدا. برضو عندنا الجينولوجيكال داتابيس عشان نصل المعلومات دي كلها بالذات للانسيستري او الـ يعني الـ ممكن نقول الشخص ده امتداداته جاي من وين او هو ذاته جاي من وين، الاوريجين حقه شنو بالنسبه للجينيتك انسيستري. المعلومات المتوفرة حاليا متوفرة من خلال الدراسات الكثيرة اللي قاعدة تتعمل سواء في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا، في معلومات كثيرة جدا وبيانات كثيرة جدا بقت متوفرة. هنا لو شايفين في البلوت الكبير ده الألوان الكثيرة ده population structure أو genetic structures لعينات من مختلف أنحاء العالم. هنا عندنا الكنتري اوف اوريجين حسب السامبليات من وين، عندنا اللانجوج اللانجوج فاميلي اللي بتنتمي لها اللانجوج حقت الأشخاص اللي بيتكلموها يعني. فدي كلها معلومات مهمة شديد بقت إذا إحنا عندنا عينة وعملنا whole genome sequencing أو عملنا مشيت وسعنا في الشغل بتاع فوتنا الـ STR دي، بنقدر نصل لمعلومات كثيرة جدا. المعلومات دي مفيدة في إنها تضيق نطاق البحث بتاعنا وتسهل علينا إنه إحنا نصل للشخص المعين. فدي كلها دي تكنيكس موجودة هسي حاليا أو يعني الناس شغالة بيها already ومشت فيها كثير صراحة، يبقى كيف إنه إحنا نستخدمها في الفورنسكس. في لابات كثيرة في العالم بدأت في الشغل ده بالإضافة للهول جينوم أو الهول جينوم سيكونسينج أو عموما الجينيتك أنسيستري والجينيتك كومبوننت في الشغل بتاع الهيومن واي دي إن إيه فايلوجيني والهابلوجروب ديستريبيوشن. لو لاحظنا هنا بالأورنج أفريقيا بالأورنج يبقى فيها هابلوجروبس معينة في الواي كروموسوم دي بنقدر نعمل لها تحديد إنها موجودة في أفريقيا. طيب ده بيسهل عليك كثير إذا كان القضية مثلا انترناشونال أو أشخاص أجانب أو غيره، بقدر ببساطه احدد انه الهابلوجروب الموجود في الواي كروموسوم ده لشخص محدد. ممكن احدد والله انه ممكن يكون من استراليا مثلا حسب التوزيع الجغرافي بتاع الهابلوجروبس دي الموجوده في الواي كروموسوم للمناطق المختلفه من العالم. ممكن استفيد من الميتوكوندريال دي ان اي الموجود اللي هي العضيه الموجوده في داخل سيتوبلازم النواه الخليه عفوا، احدد برضو انه يا تو هابلوجروب في الميتوكوندريال دي ان اي الشخص ده يعني عنده. فدي كلها معلومات بقت متوفره والداتا موجوده، والواحد بس عليه انه يعني
يشوف هو عايز يعمل شنو، يوسع مداره، يستفيد من الحاجات، يستفيد من التكنولوجيا الموجوده، يستفيد من الداتا الموجوده. في مستودعات كثيره بقت اسمها بابليك ساينتفك داتا بيز موجوده، دي كلها بتسهل انه الناس تمشي كثير في المجال ده. انا بتكلم بصوره فرديه يعني، اللابات دي طبعا حسب ظروفه وحسب الفندنج المقدم ليها وظروف ثانيه كثيره مختلفه، بس حسب الشخص ده اذا عنده انترست في يمشي في المجال ده. العالم صراحه بقت فيه حاجات كثيره سهله ومتوفره وموجوده، الواحد ممكن يصل لمعلومات اكثر ويستفيد من الحاجات الداتا الموجوده في الـ في الـ في الساينتفك داتابيز. عايز اتكلم عن نقطه برضو مهمه شريط هنا اللي هي الفيوتشر بتاع الدي ان اي فينجر برينتنج تكنولوجي اللي هو الانفستيجيتيف جينيتك جينولوجي. الموضوع الصراحه انا ما عايز اخش فيه كتير، لكن موضوع فيري انترستينج لانه بقت في شركات كوميرشال كثيره بتقدم خدمه الدي ان اي الدي ان اي هول جينوم سيكونسينج، او بتحلل لك بياناتك الجينيه وبتديك معلومات بناء على 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 الدي ان اي حقك، انك انت من ياتو انك انت جاي من ياتو منطقه، الكومبوننتس حقتك جاي، البرسنتجز حقتك جاي من افريكا كم، من اوروبا كم، من شرق افريقيا كم، من غرب افريقيا ومن شمال افريقيا. المهم عموما دي كلها معلومات الناس بقت تلجأ ليها عشان تصل تعرف روحها هي اصلا يعني وصولها من وين وكده. طيب في بعض القضايا كانت حصل اخيرا اسمها كولد كيس اللي هي قضايا ما تحلت قبل كده، وفي الجيد ماتش دي هي هو زي اب، او ممكن نقول هي سيرفيس مشابهه لسيرفيسز كثيره موجوده في 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 دول العالم الاول. فتم استخدام الجيد ماتش دي لان هي موجود فيها تقريبا حوالي 1.4 مليون اللي هو 1.4 مليون دي ان اي سامبل موجوده في الداتابيز دي. فما على الشخص الا انه يجيب الداتا حقته الدي ان اي حقه ونزله في الداتا او يعمل له كومباريزن اجينست الداتابيز دي ويصل لمعلومات، يفتش على الماتشنج حقه ويشوف مثلا الجينيولوجي حقته دي في منو في الفاميلي حقته ماتشنج مع الدي ان اي حقه، اسمه موجود او قريب له او كده. فالحاجه دي خلقت مشكله حقيقه في بعض الكولد كيسز في الولايات المتحده، اعتقد بانه ناس الفورنسيك شالوا بعض الداتا بتاعت بعض المتهمين ودخلوها في الداتابيز وتوصلوا للريلاتيفز او لاقارب للاشخاص ديل. فدي عملت صراحه يعني ضجه في انه موضوع الداتا برايفسي، يمكن الناس المهتمين بالحاجه دي برضو يتناول الموضوع ده بصوره جميله يعني، لانه صراحه الحاجه دي مهمه شديد انه هل انا كشخص اخذ العينه بتاعتي في داتابيز زي دي، وشخص مثلا بغض النظر عن انه هم يكون متهم في قضيه ولما يجعلوا له سيرش في الداتابيز انا يتعرفوا عليه عن طريقي، الحاجه دي صراحه ايثيكالي ما مرحب بها اساسا، لانها بتفتح مجال مشاكل كثيره وبتؤدي لطرقات يعني عايزه نقاشات كثيره وعايزه داتا بوليسي وعايزه حمايه كافيه لكل شخص ياخذ الداتا حقته هنا. فاخيرا بس دي الحاجه اللي عايزه اوصلها انه المجال بقى مفتوح شديد وبقى متطور وبقى ماشي حقيقي لقدام، بس في بعض العقبات اللي هي زي العقبات بتاعت الاوبن داتابيزز دي اللي هي بتعمل بعض الاشكالات. انا حقيقي هنا وبحب اشكركم جميعا على المتابعه، واتمنى انه يعني تكونوا استفدتوا من الفكره العامه بتاعت الدي ان اي فينجر برينتينج وكيف احنا بنقدر نستخدم يعني العلم بتاع الميوليكولر بيولوجي في انه احنا نصل لمعلومه بتحل قضيه، بتنصف ضحيه وبتعاقب الجاني. واتمنى انه العداله كمان يعني تاخذ دورها بصوره يعني سليمه زي ما نقول وصوره مرضيه. وشكرا لكم تاني، وان شاء الله نفتح المجال للاسئله وللمناقشه اذا في الناس حابه تتناقش. نحن شاكرين لك جدا يا دكتورة هبة على المحاضره الشيقه والمعلومات الجميله. حالياً حنفتح دور الأسئلة لكل الناس الموجودين على الزوم أو على لايف الفيسبوك، أي حد عنده سؤال ممكن يكتبه على الشات وإن شاء الله دكتور هبة حتجيب له عليه إن شاء الله. في رسالة في الشات. في رسالة في الشات يا دكتور هبة. في سؤال في الشات دكتورة هبة. من مين؟ بس لأنه في رسائل كثيرة يا مستر أحمد. عملت لها ريسنت أنا آخر واحد. أوكي. الإكس كروموسوم شورت. أيوة. أوكي. هو ده سؤال ولا توضيح؟ أنا ما. بس معليش.
طيب انا معلش انا ايوه ده السؤال بتاع الاكسكروموزوم شورت هاندم ريبيتس ان فورنسيك سيكسينج بروفايلينج، ما ممكن نعمل يوزنج اكسكروموزومال ماركرز في الريب انفستيجيشنز؟ اذا فهمت السؤال صح، الاكس كروموسوم ممكن يتعمل له بروفايلينج. لغايه الان صراحه انا ما شفته يعني موجود في الاس تي ار بروفايلينج. انا برد على دكتور مصطفى خندقاوي هنا اللي هو طرح السؤال. انا ما شفت صراحه مستخدم في الفورنسكس، واتمنى انه يكون ظهر صراحه، وما لقيتني حتى بيبر قريب ده بتتكلم عن انها تطرح موضوع الاكس كروموسومال ماركرز في ريب انفستيجيشنز، لانه في الفيميل كمان عندنا مشكله الاكس الثاني اللي هو بيكون اللي هو الاكس بيكون خامل تقريبا، فالمعلومات ما حتكون عندنا متوفره تماما، حيكون عندنا كوبي من الاكس ممكن نقول او كده. فما اعتقد ما اعتقد انه هو متعمل لانه ما مفيد، لكن يمكن متعمل لانه ما بيوفر المعلومات الكافيه حسب رايي يعني صراحه. انا ما حصل اشتغلت بالاكس كروموسوم بروفايلنج وما حصل شفته، لكن اتمنى انه يكون يعني او في جزء منه مفيد في النقطه دي، يعني اتمنى انه يكون مفيد. لكن الواي هو صراحه كفايه جدا، الواي كفايه، والميتوكوندريال دي ان ايه كمان هو برضو كفايه جدا، لانه الميزه بتاعت الميتوكوندريال دي ان ايه يمكن انا ما ذكرتها، يعني انه الميتوكوندريال دي ان ايه الكوبيز بتاعته الموجوده في الاول النسخه الموجوده داخل الخليه الواحده بتفوق عدد الكوبيز بتاعت الدي ان ايه نفسه، فبتكون موجوده منه ملايين الكوبيز اللي هو ممكن نستخدمه يعني حتى لاثبات انه ده الميل ده ولا ما هو. فالحاجات المتوفره هسه موجوده ومستخدمه، هي بس عايز استخدام صحيح لكل قضيه مختلفه. دي الفكره. في سؤال ثاني، IgG can please repeat it the idea. من ديانا عندها سؤال في الشات. ديانا IgG ديانا طيب الانفستيجيتيف جينيتيك جينيولوجي اللي هو استخدام او نحاول احنا نصل لمعلومات جينيولوجيكال انفورميشن من خلال الجينات. اذا انا مثلا خطيت الدي ان اي بتاعي اجينست داتا بيز فيها معلومات بتاع اشخاص ثانيين، انا حاشوف الجينولوجيكال ريليشن شيبس شيب بتاعتي بالشخص ده مثلا، زي ما انا شرحت قبل قلت انه اذا جبنا سامبل بتاع زول سسبكت او متهم وخدناه في الداتا بيز دي وحاولنا نصل لمعلومه لزول قريب له او زول من الفاميلي حقته، احنا كده بنكون ربطنا الجينولوجي كده من خلال الجينيتك داتا. وصراحه واحده من الحاجات برضو المهمه شد ممكن نتكلم عنها، يعني يمكن الحاجه دي احنا ما متعارفه في المجتمعات حقتنا، انه احنا الاستخدام الفاميلي نيم حقنا ما بيأثر كثير في التعرف على الشخص، يعني بالذات في مجتمعاتنا يعني. لكن مثلا في دول العالم الاول استخدام الجينولوجيكال الجينولوجي مهم شديد، لانه كثير مثلا بيتم البحث عن شخص معين باسمه، اذا دخلت اسمه في جينولوجيكال داتا بيس بتقدر تصل حتى من غير دي ان اي بالفاميلي نيم حقه. في دراسات عملت كثيره من جامعه ليستر من مارك جوبلينج، بروفيسور مارك جوبلينج، واشتغل كثير في العلاقه بتاعت الواي كروموسوم مع السير نيم او الفاميلي نيم، فقدر يربط الحاجتين ديل مع بعض. في مثلا الفاميلي نيمز او السير نيمز موجوده مثلا في ايرلندا بصوره يعني واضحه شديد، مثلا في فاميلي نيمز او سير نيمز منتشره بس في بريطانيا، ما بتلقاها مثلا في مكان ثاني، لا في سويسرا لا في فرنسا لا في المانيا لا كده. فدي برضو حاجات استفادوا منها كثير صراحه، لانه عندهم سيستمز، عندهم ريكوردينجز للسور نيمز الفاميلي نيمز، متوفر عندهم المعلومات دي كلها، فقدروا يوظفوها برضو لخدمه الفورنسكس. يعني اذا شخص معين الفاميلي نيم بتاعه ارتبط بجريمه او بكذا، بالراحه ممكن يلقوا معلومات عنه حتى قبل ما يعملوا جينيتك يعني دي ان اي اناليسيس وكذا. فللاسف الحاجه دي ما عندنا، وكان لها دور كبير في انها برضو تحل كثير من القضايا. برضو مانفريد كايسر هو شغال في ايرازموس يونيفرسيتي في هولندا، برضو قام بشغل كبير صراحه، كتب كثير عن قضايا كبيره تحلت بالطريقه بتاعت السيرش الجينولوجيكال سيرش. فدي كلها يعني حاجات مفيده وموجوده ومتوفره بس ما في مجتمعاتنا. اتمنى الفكره تكون وضحت يعني. برضو الاضافه لو الدكتور الموجه السؤال اذا حاب يتكلم يعمل ريس هاند عشان ندي فرصه يقدر يعبر عن سؤاله اذا في حاجه طالبه في اجابه السؤال. كنت تعمل ريس هاند عشان تقدر تسأل الدكتور سؤال مباشر. برضه دكتور انا كان عندي استفسار، هو ما سؤال علمي. قبل كده انا شفت لي بوست في الفيس بيتكلم عنه المصدر الحضاره الانسانيه كان في السودان. في الدي ان اي عملوا بحث تيست زي ده، انا ما اعتقد، انا بس ما متاكد من المعلومه اللي كان لقيتها في البوست.
المعلومة هي معلش تصحيح يا أستاذ أحمد، هي إنه أقدم جينوم ولا أقدم جين بشري إنه يتوجد في جزيرة الصاي في السودان. أنا برضو لقيت المعلومة دي، برضو ما أعرف مدى الصحة بتاعتك إيشنو. طيب إحنا كده أيوة طلعنا من موضوع الفورنسيك لموضوع تاني اللي هو موضوع ال ممكن نقول ال population genetic history أو كده. أول حاجة أنا ما يعني صراحة المعلومات دي مرات قاعد تكون معلومات بتاعت يعني ميديا أكتر مننا معلومات علمية صحيحة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا حسب علمي لغاية اللحظة دي ما أعتقد جزيرة الصيف يتخذ منها أي سامبل أو يتفحصت، ما مر علي صراحة. البحث الوحيد اللي اتعمل في الفترة الأخيرة وكان في بداية العام الحالي اللي هو كان تم جمع عينات من جزيرة كلوب نارتي في شمال السودان، اللي هي جزيرة كلوب نارتي تعتبر المنطقة اللي جمعت من العينات دي تعتبر بتمثل الفترة المسيحية الميديفيال بيريود بتاعت السودان. فجمعت منها العينات، والعينات صراحة كانت يعني بتوضح الفترة بتاعت المسيحية، وفكرة مش إن السودان أقدم حتة، يعني ما عينات ما بتمثل صراحة الفكرة بتاعت السؤال ده ذاته، يعني ما حنقدر نصل لمعلومة إن السودان هو أصل الحضارة وكده. عموما شرق أفريقيا هو يعني المنطقة بتاعت السودان وإثيوبيا دي هي المنطقة اللي مرشحة من بعض يعني العلماء الـ human population history في إنه هي دي منطقة أصل الحضارة أو أصل الإنسان يعني. لكن المكان بالضبط وين، إذا هو السودان أو إثيوبيا أو حتى في نظريات هسي بتقترح شمال إفريقيا منطقة المغرب العربي برضو، لأن وجدوا فيها skeletal remains أو بقايا يعني قديمة جدا، برضو رشحوا إنها ممكن تكون نسبة لقدم الشديد إنها برضو ممكن تكون يعني تمثل يعني أصل مش أصل إنسان، كمان خروج الإنسان من القارة الأفريقية ل يعني القارات الأخرى أو باقي العالم يعني. ف السودان هو صراحة عنده دور كبير جدا كان في الحضارة الإنسانية عموما، ويعني التعدد الموجود في السودان بيوضح الفكرة دي بصورة يعني تأكيدية. بس لحين نلقى إنه اتشالت العينات أو اتفحصت العينات من الأماكن المناسبة اللي بتمثل الفترة الزمنية اللي احنا عايزين ندرسها أساسا، بنصل للمعلومة دي إن شاء الله. قبل ما ندي في أستاذ أمير، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا دكتور. أهلين يا هلا مرحبا. يا هلا. شكرا دكتور على المحاضرة القيمة، ونشكر كمان دكتورة فاطمة ودكتور أحمد وكل التيم والشباب المستمعين. وأنا دكتور أمير محمد طالب، يعني تخصص تقنية معلومات جامعة سعودية، و يعني الانترس بتاعي في الفورنسيك والتحليل بتاع الجينيتيك والدي ان ايه. وكنت عاوز اعرف يعني هي اصلا الظهور والتطور بتاع الدي ان ايه والتحليل بتاع الدي ان ايه والجينيتيك، فالعلم طبعا بتاع هنا ده يعني اكتشف واصبح جاهز يعني، لكن طبعا الاي تي بتلعب دور كبير جدا في التحليل بتاع الدي ان ايه وفي اكتشاف يعني برامج كثيره جدا دوريه تعمل تحليل للدي ان ايه وللجينيتيك والاشياء هذه. فكنت عاوز يعني لو في المام بالموضوع ده، ف يعني الاريا والانترس حاليا الجديده في المجال هذا خاصه من الاي تي والفورنسيك والدي ان ايه اناليسيس، يعني في اي المام بالمجال ده ولا؟ وثانيا يعني نحن حتى عندنا في هو طبعا كله عن داتابيس، وبعد طبعا المقارنات والاشياء هذه بين الجينات وبين الدي ان اي كله حيكون يعني كله باستخدام الاي تي، كله عن طريق استخدام الاي تي خاصه هنا في المقارنات المطابقه بين الدي ان اي هنا والدي ان اي هنا، بين الدي ان اي بتاع الغات الدي ان اي بتاع الضحيه والاشياء هذه كلها. ف يعني الفكره بتاعت السودان انه حاليا في داتابيس طبعا عالميه لاقدم جينيتك على وجه الارض، فشوية كده مفترض في السودان حاليا يكون في قاعدة بيانات حتى يكون في سامبل من كل ولاية السودان من كل الأشياء هذه، ويكون في يعني بيور ريزلت كده لجينيتك موجودة في قاعدة بيانات تكون في السودان. هل في قاعدة بيانات موجودة في السودان حاليا عشان تحصل بعدين عملية المقارنة وعملية المطابقة؟ يعني أنا زي ما هنا تواصلت مع جهة على أساس إنه يعني ادوني سامبل لبعض الجينيتك من الداتابيس في بريطانيا وفي كده، بقول لك يعني انه يعني اعطينا الرابط بتاع الداتابيس اللي عندك انت
نشوف الجيناتيك اللي عندك انت هل هي يعني كلير لانه مثلا بتكون جاهزه بعد ده للمقارنه للكومبير والاشياء هذه او لا. فطبعا ما في يعني حتى في السودان ما يعني ما انا ما سمعت، لكن انت ممكن خبراء في المجال يكون عندكم يعني معلومه اوضح، هل في قاعده بيانات في السودان موجوده فيها جيناتيك من مناطق متعدده من السودان عشان بعدين تحصل المطابقه والمقارنه. وشكرا لكم كثير وسعدت جدا بالمحاضره القيمه هذه وشوفكم على خير. شكرا لك يا دكتور، السؤال ده برضه انا انترست له جدا. شكرا لك يا دكتور. انا حجاوبك يا احمد، انا اصلا بديت بالفكره دي انت من قبل ما نخش اللايف. دكتور امير شكرا لك كثير صراحه على سؤالينك المهمات شديد. يمكن انا ما اتطرقت لهم لانه انا حبيت ادي فكره عامه وما اتطرق للمجالات المرتبطه بالفورنسيك او دي ان اي فينجر برينتينج. طيب بالنسبه للدي ان اي فينجر برينتينج طبعا هو لا جزء لا يتجزا عن التطور الحاصل في الموليكولر بيولوجي او في الجينومكس عموما، فمن غير اي تي ما بيقدر يعمل استبلة قدام حقيقه. الشغل بتاع المانيوال ده شغل انتهى حتى في معظم المجالات، يعني بيجي ما في زول بيجي يجيب له بروفايل مانيوال ويقعد يفتش الماركر ده رقمه كده وده رقمه كده والثاني رقمه كده، طيب مطابق اعمل صح واحد اجي الثاني الثالث لغايه ما اوصل ل 27. ده اول حاجه بياخذ مجهود كبير وبضيع الزمن، وفي نسبه بتاعت خطا زمان قبل ما الشغل بتاع الاي تي يدخل البيولوجي وحتى في الفورنسكس يكون يعني ماشي معه خطوه بخطوه. كان في حاجه اسمها انه اذا شخص واحد اشتغل على البروفايل بيجي شخص ثاني بعديه وبيعمل الكونفرميشن، يعني ما بتكون قراءة بتاعت شخص واحد لانه طبعا دي بيكون فيها خطا، اللي عارفين انه في ايرور بشر يعني بيحصل انه في بيرسونال ايرور. اذا انا اشتغلت الشغل لازم الشخص بعدين يجي يعمل نفس الشغل وتكون نتائجنا مطابق عشان يتاكد انه الزول ده البروفايل حقه تماما مطابق للبروفايل الموجود في مسرح الجريمه. فبالعكس مجال الباي انفورماتكس او مجال الاي تي خدم كثير مجالين البيولوجي والفورنسكس، واي لاب هسي حاليا في الوقت الراهن ده ما شغال بباي انفورماتكس في الشغل بتاع الدي ان اي بروفايلنج والايدنتيفيكيشن والتحديد ذاته بتاع التفاصيل الكثير اللي عارفينها دي، عمل بايب لاينز لانه بعد ما الداتا تطلع عليه من الجهاز سواء كان هول جينوم سيكونسينج او الاس تي ار تايبنج، طيب الداتا دي حتمشي وين؟ حتكون قدامي في الكمبيوتر ولا انا حدخلها في بايب لاين تخش لي في داتا بيس تقارن تديني النتيجه في الاخر انه والله ماتشنج مثلا نمبر اوف ماركرز ماتشنج نمبر اوف كده. فلا مهم شديد صراحه ولا دور كبير، ويعني ما ممكن الفورنسيك ذاته تمشي من غير الاي تي في الزمن بتاعنا ده، ما اعتقد يعني ما عنده اي، ما حيكون عنده اي معنى. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لموضوع الداتابيز في السودان، صراحه حسب علمي ما اعتقد انه في داتابيز، وللاسف الموضوع ده ما لانه الناس ما عارفه تشتغل الشغل ده، لا لانه اساسا ما في جهه معينه تتبنى المشروع ده. المشروع ده اول حاجه مشروع بتاع داير يعني داير فند كبير، داير جهة تتبناه مش حتى يعني بس مكانيا أو ماديا، بس جهة تتبناه بأنه يكون عنده استاف إنه بس موجه لأنه يشتغل الشغل ده. دايرين شغل بتاع فيلد تريبس عشان يمشي يجمعوا العينات عايزة اللابازات، عايزة فاسيليتيز، عايزة فريزرز ماينس 80، عايزة الأجهزة اللي بيعملوا بها الدي ان اي اناليسيز، الدي ان اي اكستراكشن، البي سي ار. يعني دي الصراحة تكلفة، يعني انا اشوف وضع السودان الراهن ده يعني ما 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 حقدر اسمي لك جهه معينه ممكن تتبنى المشروع ده، لكن اتمنى انه يعني دي تكون ان شاء الله يعني مع تغيير الوضع في السودان والديمقراطيه ان شاء الله اللي بنحلم بها كلنا يكون يحصل تغيير، ودي حاجه مهمه شديد صراحه نتمنى انها تكون موجوده في السودان. يعني نتمنى انها تكون موجوده، تكون يعني شيء اساسي من الـ من الـ من الـ من الشغل بتاع الموليكولر بيولوجي عموما في السودان. فاتمنى اكون اجبتك يعني على سؤالينك. مشكورة يا دكتورة. نحن نشوف تاني لو في أي سؤال. بدي دقيقتين لو ما في سؤال ممكن بعدها نختم. مصطفى الخندقاوي في سؤال في الشات. Is there genetic suspicion to engage in the criminal act? طيب أعتقد هو برضو كان في سؤال سابق أنا هحاول أشوفه اللي هو علاقة الكريمينال بيهيفير، يمكن أيوة كريمينال بيهيفير إنه مسبباته الجينية. يعني طيب عموما أي بيهيفير في الهيومنز سواء كان يعني بيهيفير بتاع جريمة كريمينال أو غيره، ما يعني الجينات لها دور فعلا في كل
يعني البيهافير حق الانسان. لكن هنا بالذات الكريمنال ده ما بنقدر نقول انه والله جينات بس، لا ما بنقول انه جينيتيكلي بيست. في كل البيهافيرز حقت الانسان الجينات بتلعب دور والبيئه بتلعب دور، فهو يعني ادوار مشتركه بين الجينات وبين البيئه. واعتقد ما بقدر اقول لك انا جازمه هنا، لكن البيئه بتلعب دور كبير جدا، والظروف المحيطه بالشخص هي اللي بتكون شخصيته، هي اللي بتاثر عليه، وهي اللي يعني مرات بيكون في ناس مجرمين اولادهم ما بيطلعوا مجرمين مثلا، يمكن لانهم عاشوا في بيئه مختلفه حتى وان كانت يعني ما اعتقد انه يعني هي اقدر اسميها جينيه، بس لانه الجينات في اي بيهافير بخصوص الانسان ما جريمه بس، ما عندها علاقه بالجينات بس، يعني البيئه لها دور كبير برضه. تمام، مشكوره يا دكتور. انا عندي سؤال برضو بالنسبه للجينوم، الفحص بتاع الجينوم مثلا، الحس حاليا في الامارات شايفه كلهم بيعمل لهم فحص الجينوم، وهم في بعضهم بيقول انه فحص الجينوم هذا بيدي تنبؤات مثلا لانه الامراض اللي بتصيبهم، غير العلاقات مثلا يعني العلاقات اظن الاسريه، يعني بتشوف علاقه القبائل مع بعض، يعني بيعملوا بها التنبؤات اللي ممكن تحصل، صح؟ بالنسبه لي مثلا لو في صلات بتاعت امراض او حاجه زي دي، ولا انا ما فاهمه شيء، ممكن تشرحي لنا شويه؟ طيب بتتكلم عن الكوميرشال دي ان اي تيستينج اللي هو البلقروش ده، صح؟ اللي هو المطروح في السوق حاليا، يعني يمكن معظم الناس او حتى السودانيين كثيرين عملوا الفحوصات دي. هي حاليا هنا في الامارات عاملين لهم لكلهم، شايفه انه اي مواطن انه الدوله يعني مجبرهم انهم يعملوا او يتعاونوا كذا. ده موضوع مختلف يا بتاع الامارات، ده موضوع بتاع الامارات اعتقد هو ناشونال جينوم بروجكت، ده بروجكت عامله الامارات وعامله دول كثيره زي قطر، زي ممكن البحرين، السعوديه، استونيا مثلا هنا في شرق اوروبا، كل يعني معظم دول العالم بدات تمشي في المشروع ده، اللي هو نعمله جينوم بروجكت بنجمعوا عينات من عدد كبير جدا من السكان حسب حجم السكان ذاته في البلد، يجمعوا عينات ويحاولوا يدرسوا الامراض يعني طبعا في امراض تحدد الجينات المسببه لها، في امراض كثيره جدا، والبحث صراحه مستمر وكل يوم بيطلع بحث جديد وبيدينا معلومات جديده وكده، فبيجمعوا عينات من الاشخاص دي عشان يحددوا والله مثلا الكانسر، مثلا كانسر معين، بريست كانسر او كولون كانسر او غيره، في جين معين مسؤول منه. طيب هل في البوبوليشن بتاع الامارات ده الجين اللي اكتشفوه ده اذا اكتشفوه في اوروبا او في بلد ثاني هل هو نفس المسبب ولا في جين ثاني؟ طبعا في اختلافات بين المجموعات السكانيه المختلفه في كل انحاء العالم، يعني ما ممكن الا اجي اقول جين اتعمل في اوروبا هو نفس الجين المعمول في افريقيا، لا ما شر، او في السودان مرات بيكون في جين مختلف، مرات بيكون في كم جين اسمه بوليجينيك ايفكت انه كم جين مسببين لمرض معين او كده. فالامارات صراحه فكرتها يعني فكره هي ما فيها شك انها فكره متقدمه ذاتها، يعني انه يحاولوا يدرسوا المجموعات السكانيه حقتهم، يحاولوا يقللوا من انتشار امراض. برضو كمان نعرف انه في الدول الخليج ده عموما في زواج الاقارب ده كثير شديد، الكونسيكونس اللي بتؤدي لزياده الامراض وظهورها ومواصلتها، يعني حتى انها تستمر في الاجيال الجايه لانه بيستمر زواج الاقارب لجيل كم جيل لقدام يعني. ففكرتهم صراحه متقدمه، وفكره هي يعني يمكن حتسهل عليهم كثير بعدين في انه يساهموا في موضوع تبني العلاجات للامراض دي، لانه هم فاهمين الجينات المسببه ليها، هل ممكن بالتقنيات الحديثه بتاعت اللي هو الجينوم اديتنج يحصل يعملوا تغيير في الجينوم زي الكريسبر 9 ولا كده عشان المرض مثلا ما يحصل، ما يجي الشخص لما المرض ما يصيبه، او يوفروا علاج مناسب للمرض اللي هم عارفين اصلا مسببه. فدي فكره صراحه متقدمه وفكره ممتازه، يعني انه الناس بدات تعمل كده، لكن برضو ناخذ في الاعتبار انه الامارات دوله ما شاء الله يعني أول حاجة غير أنها تقدمت كثير، فتحت أبوابه برضو لعلماء من جميع أنحاء العالم، برضو عدد السكان بسيط جدا مقارنة بالسودان، يعني عندنا قريب 40 أو 35 مليون، والإمارات يمكن ما فايت 2 مليون إذا كنت صحيحة في آخر إحصائيات يعني، فده يعني مقارنة كبيرة ما بنقدر، يعني الفند اللي حيتقدم لمشروع بتاع إنه يعملوا سامبلز 2 مليون مقابل مشروع يدعمل لبلد فيه 35 أو أكثر قريب 40 مليون. فدي كلها حاجات يعني بتخلينا ما نقارن هنا، لكن نقول انه والله ان شاء الله نمشي في نفس الخطه دي ونصل لنفس المستوى ان شاء الله اللي بيناسب يعني بلدنا وبيناسب ظروفنا ذاتها يعني ان شاء الله باذن الله. في سؤال من ايفون، كيف ممكن استخدم الاي بي اي جينيتك في الموضوع ده مع مثال لو ممكن؟ طيب انا ما اعرف اذا ده عموما كان عنده خصوص بكلامي كله. طيب الابيجينيتكس بقت مهمه شديد لانها صراحه هي ما يعني ما بتتكلم بس عن الجينات، بس عن الموديفيكيشن اللي بتحصل للجينات، في موديفيكيشنز او تغييرات بتحصل خارج
السيكونس حق الجينوم ذاته، انه السيكونس ده يكون شنو، او حتى البروتين انتج ما انتج، ما بيكون سببه جين، بيكون سببه كيميكال موديفيكيشنز. مثلا بيحصل اضافه ميثين لجزء معين من التركيبه الكيميائيه، بتقوم تغير لنا في جين، تغير في شكل الحاجه. حتى الموديفيكيشنز دي ذات عندها ارتباط بالاعمار، يعني في خطوات معينه بتحصل في الموديفيكيشنز دي بتتم في عمر معين. فعشان كده انا قبل ذكرت انه ممكن برضو من خلال الابيجينيتك ده ممكن نحدد انه والله الشخص ده تقريبا عمره كم. والحاجه دي حسب بقت مستخدمه كثير صراحه، بقت مستخدمه كثير شديد في المجال بتاع الايجينج ريسيرش، انه يشوفوا انه الحاجات المسببات للايجينج لشكل البشره ذاته، كل ما الزول يكبر ليه البشره بتترهل، ليه البشره بيحصل لها التغييرات دي. فصراحه مجال بتاع الابيجينيتكس بقى مجال واسع جدا ومجال كبير. وانا صراحه الابيجينيتكس ما اشتغلت فيها نفسي يعني، بس على درايه بها من خلال الجرايات المختلفه يعني، لان هي صراحه بقت تقريبا ممكن نقول منفصله من مجال الجينوم يعني، بقت مجال قائم بذاته متوسعه ماشيه برضه بخطى سريعه ومتقدمه، ومجال جميل جدا صراحه برضه يعني، مجال جميل خالص، فممكن نستفيد منه كثير. اجابه على السؤال يعني. اوكي، شكرا لك يا دكتوره هبه كثير جدا. نحن بنجيب دقيقه لو في سؤال اوكي بنجيب عليه، ولو ما في ان شاء الله من الجلسه ان شاء الله. طيب ده سؤال يمكن عام. قال لك اذا في خريج مختبرات طبيه يرغب في دراسه عليا في هذا التخصص، هل في نصائح عامه او هل في جامعات فيها كورسات تاهيل في هذا المجال؟ طيب اعتقد انك بتتكلم عن مجال الفورنسيك جينيتكس. طيب الفورنسيك جينيتكس هو مجال صراحه بقى هسي يمكن شويه منفصل من مجال الموليكولر بيولوجي ممكن نقول، بس الجامعات اللي بتقدم البرامج دي ما كثيره على حسب علمي. اعتقد مثلا بريطانيا فيها بعض الجامعات اللي بتقدم التخصصات دي، يمكن المانيا يمكن يكون فيها جامعه او جامعتين، صراحه ما بقدر اجزم لك لانه انا ده ما مجالي انا درسته يعني، انا اللي بس بتعمل موليكولر بيولوجي. لكن بالنسبه لمختبرات طبيه اذا هو اصلا ماخذ الكورسز حقت الموليكولر بيولوجي والسيل بيولوجي والجينيتكس، كل المجالات المحيطه بالموليكولر بيولوجي والجينيتكس، بيقدر يعمل في تخصص او يواصل في المجال بتاع الموليكولر بيولوجي او الجينومكس، المجال القريب من الجينومكس ده، وبعد ذلك يشتغل في الفورنسكس برضه يعني. ما اعتقد هي اشكاليه كبيره، لانه كورسات الفورنسك جينيتكس زي ما قلت ما متوفره شديد او يعني في بعض الجامعات وفي بعض البلدان، لكن هي مش شرط لانك تشتغل في المجال يعني، ما اعتقد هي شرط انك تشتغل في المجال. اذا انت واصلت في مجال الموليكولر بيولوجي او الجينومكس بتقدر تشتغل في المجال، لانه البيز بتاعك اساسا هو المهم. البيز بتاعك هو المهم وهو اللي بيحدد انك انت حتقدر تشتغل ولا لا، لانه بيجت هسي مطلوب موليكولر بيولوجي بايو انفورماتكس، تكون ملم بالجينيتك اندرستاندينج عشان تقدر تفهم كيف البروفايلنج هو اصلا شنو، وكيف الاس تي ار ماركرز اصلا الفكره بتاعتها شنو، كيف بنقدر نحددها والتفاصيل دي. فاما بالنسبه لي هل في السودان، في صراحه ما اعتقد، لكن اذا في زول من السودان ممكن يجاوب لنا يعني بالتاكيد او بالنفي يعني. انا ما اعتقد انه الفورنسيك جينيتكس فتحت كمجال في واحده من الجامعات السودانيه. باي انفورماتيك قريبه لا ولا لا؟ بايو انفورماتكس، البايو انفورماتكس هو مجال متعلق اكثر بالكمبيوتر، هو مجال يعني ممكن نقول ما بعد الشغل بتاع الدي ان اي اناليسيس، لما تعمل الشغل بتاع الدي ان اي اناليسيس في اللاب انت بعد هنا بتحتاج للبايو انفورماتكس، اللي هي بقت دي الخطوه اللي بتوفر عليك مجهود وبتخليك تصل لمعلوماتك ونتائجك بصوره اسرع يعني. زي ما شفنا في مجال البيولوجي نفس الشيء، انا عندي كميه من الـ من الـ من الـ من الدي ان اي سيكونسز لسبيسيز مختلفه، ل انسان حيوان او غيره، انا ما حقعد اجيب مانيوال اللي اقعد عايل السيكونس ده واقعد اقارنه بسيكونس موجود في كده في برامج او في ويب سايتس كثيره بقت تعمل الحاجه دي، في داتابيزز كثيره موجوده فيها الخدمه دي برضو، او في بايب لاينز انت بتعملها حسب متطلبات مشروعك او البروجكت بتاعك، بتعمل بايب لاينز باستخدام البايو انفورماتكس وتنزل عيناتك او الفورمات حق الداتا حقتك وتعمل الكومبيرزن المناسبه وتحصل على نتيجتك يعني. فالبيوفورماتكس هو ممكن نقوله هو وسيله مستخدمه في عده مجالات، مستخدم في الكيمستري، في البيولوجي بالذات، في الفورنسكس، مستخدم في مجالات كثيره جدا. ما يعني ما هو يعني مشتغل بالفورنسك، لا هو مجال مستخدم في الفورنسكس. نحن شاكرين لك جدا جدا يا دكتوره هبه. ممكن تدينا دقيقه اخر شيء لو عايزه تنهي باي شيء او معلومه اخيره علشان ننهي الجلسه.
طيب في الآخر بس أحب أشكركم مرة تانية يعني بالذات منصة الباحثين السودانيين، وأشكرك يا أستاذة فاطمة، وأشكر أستاذ أحمد، وعايزة برضو أشكر دكتورة نعمة في الباك جراوند، وأقول لها شكرا كثير على يعني على الدعوة الكريمة. ويعني أنا بجد يمكن حاليا ما شغال في مجال بتاع الفورنسكس، لكن هو المجال الأقرب لي يعني، والمجال يمكن اللي قربني أكثر للسودان كمان، إني أفهم يعني أفهم طبيعة العمل في السودان ذاته يعني، فكان جزء من تكوين شخصيتي العملية يعني والعلمية في نفس الوقت. فأحب أشكركم تاني، وتحية لكل الناس اللي تابعونا، وأتمنى أكون يعني قدمت ولو معلومات بسيطة تنور الناس وترشيلهم لطبيعة المجال وطبيعة العمل فيه، وإن شاء الله يعني الجاي أكثر إن شاء الله. نحن بجد شاكرين لك جدا جدا على يعني محاضرة كانت جد شيقة شيقة وممتعة جدا جدا، وعلى زمنك، وشاكرين لك جدا جدا. إن شاء الله موعودين كل أسبوع بمحاضرة جديدة ومختلفة في مجالات مختلفة في مجموعة الباحثين السودانيين بإذن الله. نحن شاكرين لكم كلكم ضيوف على الزوم ولا على اللايف في الفيسبوك، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ولو عندكم بعد لسه أسئلة ممكن تضيفوها، وإن شاء الله الدكتورة ترد لكم عليها. جزاكم الله خير، يلا مع السلامة، تصبحوا على خير إن شاء الله، مع السلامة. قبل ما نختم إن شاء الله الخميس الجاي والجمعة إننا ورشة جديدة إن شاء الله، انتظرونا.